أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحلقة جديدة من قناة الكرمة. وسعدنا وشرفنا يكون موجود معنا أبونا مكاري يونان، هو راعي كنيسة المرقسية بالأسبكية بالقاهرة. أنا وسهلا بك يا قدس أبونا ومشرفنا ومنورنا. أهلا بك، أشكرك. شكرا لوجود قدسك معنا. أشكرك. ويمكن لو نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة يا قدس أبونا عن حياة الشكر. أنا يعني شيء بقى يمكن مش كلنا قادرين النهاردة نعيشه بطريقة عملية، سواء عايشين في المهجر سواء عايشين في بلادنا، يمكن بقى قليل ان احنا يكون عندنا حياة الشكر. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نصلي كلنا، كل اللي شايفنا وكل اللي سامعنا، نصلي ان ربنا يوجدنا في محضره. شوفوا المنظر الجميل الحلو، ان ناس في استراليا، ناس في امريكا، ناس في كندا، ناس في الشرق الاوسط، ناس في اوروبا، كلنا والمسيح في وسطينا. شوفوا المنظر الحلو، عايزين ربنا يدينا ايمان إن إحنا نوجد في محضره الآن. أمين. أمين يا بابا. أمين. أمين. وبعدين نتكلم ونرنم ونفرح ونصلي وعرسنا في الوسط، ونعمل حفلة النهاردة للمسيح. بارك اسمك. للمسيح. أختنا منى بتقول هنتكلم عن حياة الشكر. ربنا قال اشكروا في كل شيء، لأن هذه إرادة الله من جهتكم في المسيح يسوع. اشكروا في كل شيء، يبقى ده أمر إلهي للإنسان أن يشكر في كل شيء. لكن ممكن واحد يسأل يقول لي طيب عندنا حالة وفاة، تقول لي أشكر؟ هنا بقى نقدر نميز الغث من السمين، ونميز الإنسان اللي فاهم من اللي مش فاهم أو اللي بيدعي الفهم. فبالنسبة لإنسان العالم ده موت، ودي أحزان، ولبس أسود، وجنازة، وألم، وتعب، وفراق بالنسبة لإنسان العالم، فمش هيشكر. وإنسان العالم طبيعي ما يعرفش يشكر، حتى لو حطوا له العالم في حجره كله مش هيشكر، ده إنسان العالم. لكن خلينا في إنسان الله، الإنسان اللي عارف ربنا بحق، وبعدين حصل عنده حالة وفاة. والإنسان اللي راح ده أو اللي روح ده إنسان كان تقي ومؤمن، وعلى رأي الصعايدة يقول لك فلان روح. ففلان روح بعد يوم تعب، يوم الغربة، يعني ارتاح زي ما بيقول الكتاب لدانيال النبي: أما أنت فاذهب إلى النهاية، تروح فتستريح راحة وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. ففي عرف المؤمنين والإيمان الحقيقي فلان روح يعني راح يستريح راحة وقتية. وبعدين راح الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس، يعني راح مكان عظيم، اليوم تكون معي، يبقى مع المسيح. يبقى إنسان راح مع المسيح وللفردوس ولموضع الراحة ومع القديسين ومع العذراء مريم، والمكان اللي لا يعبر عنه ما لم تره عين. يبقى فلان ده إنسان الله، واللي شايف اللي فرق واللي سافر يقول لك الله، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح، يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تذبحهم. نقول يا بخت، يا هنا
احنا نشكرك لان فلان ارتاح، خصوصا لو كان مريض هنا وتعبان هنا يبقى بدأ الراحة هناك. عشان كده انسان الله لما يفرقه انسان تقي يقول له اشكرك، وربنا من جهته يقول عزيز في عيني الرب موت اتقيائه. عزيز يعني غالي، بريشس، ثمين ثمين. ولادي اللي تعبوا واللي جهدوا جم عندي وارتاحوا من الجهاد، فيبقى يشكر في حالة الوفاة. العالم يبكي ويحزن لكن إنسان الله يشكر. أما يجي يدخل في ضيقة تلاقي أشكرك لأني في الضيقة شفتك معايا. لما أسأل دانيال النبي في جب الأسود يقول أشكر ربنا لأن ربنا بعت ملاكه وشفته بيسد أفواه الأسود. ما نسأل الفتية الثلاثة نشكر ربنا في أتون النار المحمى 7 أضعاف شفنا الرابع الشبيه بابن الآلهة. أما نذكر كل إنسان في ضيقة شاف المسيح، شاف المجد، شاف اليد العالية، لمس وقفة ربنا المباركة جدا معاه، عشان كده يشكر في وقت الضيق، في وقت الضيق، في وقت الألم، في وقت المرض. وقت المرض أشكرك لأنك معايا وأنت سمحت لأنك فاكرني أشكرك. فتلاقي إنسان الله يشكر على الدوام، على الدوام، في ضيق، في ألم، في تجربة، في وفاة، في خسارة، في كل شيء. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مظبوط يا قدس ابونا، كلامك يعني مظبوط 100%. لكن مشكلتنا يا ابونا ان احنا بنقيس محبه ربنا لينا بعطاياه، ان ربنا اداني وعندي صحه والدنيا كويسه والولاد كويسين يبقى ربنا كده بيحبني وهكون مبسوط واشكر ربنا وفرحان وكل حاجه ماشيه كويس. لكن اول ما يحصل اي حاجه تانية، اي الم، اي مرض، اي فقدان، اي خساره ماديه، نبتدي نتذمر ونقول ربنا ما بيحبنيش، ربنا سابني، ربنا اتخلى عني، ربنا شال بركته من حياتي. منتهى الجهل اني اقيس علاقتي بربنا بعطاياه. اداني ابقى انا مرتاح واشكره، ما ادانيش يبقى انا تعبان وما اشكرش. منتهى الجهل ده يجي منين؟ يجي ان الانسان ما شبعش بربنا، ما شبعش بربنا، فبيدور على امور منظوره، مع ان الكتاب يقول غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. فإنسان بيدور على أمور العالم، وأمور العالم زي السراب، يعني يجري ورا المال مش هيشبع، يجري ورا الشهوات مش هيشبع، يجري ورا الجسد مش هيشبع، يجري ورا العالم مش هيشبع. ده إنسان العالم، عشان كده ما بيشكرش. غير الإنسان اللي شبع بربنا ويقول أشبع متى استيقظت بشبهك. يعني أول ما أصحى وفتت عيني ألاقيك مالي خيالي ورسمك في بالي وإنت وحدك غالي علي، ماليش غيرك. أصحى عليه وبات عليه، وبات عليه، ماليش غيره، اكتفيت بيه. اداني ما ادانيش، انا شكري له خاص لاني اعطاني ذاته فوق كل شيء، فوق كل كان ربنا اداني ذاته ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. عطيه العطايا، كنز العطايا جوايا، لسه هدور على عطايا عالميه؟ لا. ففرق كبير بين انسان شبع بربنا تلاقيه دائم الشكر، اشكره في كل شيء، اشكره في كل حين، دائم الشكر. وإنسان تاني عالمي مهما أخذ برضو عاوز ومحتاج، تملي حس بالاحتياج، لأن أمور العالم كلها ناقصة بالناقص، فمهما أخذ هو محتاج فلا يشبع. لكن طوبى للإنسان اللي شبع بربنا يقول له أشكرك، إداله كتير أشكرك، إداله قليل أشكرك، سمح بمرض أشكرك، بصحة أشكرك، نجاح فشل أنا بشكرك، لأن يكفي أنت معايا وأنت صرت نصيبي وماليش غيرك، وحده نصيبي. أمين.
مليون. لكن حياة الرضا والشبع والاكتفاء دي، هل ده شيء أنا بدرب نفسي عليه ومحتاج تدريب إن أنا أدرب نفسي إن أنا يكون عندي حياة الرضا والشبع، ولا دي حاجة روح القدس بيشتغل جوايا وأقدر أطلبها أقول يا رب أنا ما عنديش رضا، أنا ما عنديش شبع، أنا إنسان مش قادر أحس من جوايا بالرضا والاكتفاء وأنا محتاج تغيير، هل إن أنا أدرب نفسي ولا أطلب من الرب هو اللي يديني الشبع والاكتفاء الروحي ده؟ الأمور دي تبدأ مع بداية العلاقة بربنا. يعني في إنسان مثلا كان بعيد عن ربنا وبعدين ابتدى يسلم حياته، حط إيده في إيد ربنا، حط إيده في إيد ربنا، ابتدى يدوق ربنا. على قد ما يدوق على قد ما يترك، يترك. يعني زمان مثلا أنا هفترض إنه إنسان كان بيلاقي متعة في الكاس، يشرب كاس دي متعة، بعدين عرف ربنا فساب الكاس ولقى المتعة في عمل الروح القدس اللي ابتدى يفيد فيه، وابتدى يحس باللذة والمتعة والفرح والتسبيح والتمجيد. شوية بشوية العلاقة بتزيد لغاية ما الإنسان يرتفع إلى رتبة روحانية حلوة حلوة ممتعة ممتعة، ويدخل للعمق ويدوق ربنا ويقول ما أطيب الرب، ما أجملك، ما أجودك. يدوق ربنا، ولما يدوق ربنا هترخص في عينيه كل أمور العالم، مش هيدور عليها، مش هيدور على الأمور الرخيصة، في لا متعة جسد ولا متعة عين ولا كل ده، ولا متعة مال ولا متعة بطن ولا أكل ولا شرب ولا كل ده. هيلاقي متعته في الوجود في محضر يعني إنسان الله. تلاقيه لو يقفل بابه وياخد ويدي مع حبيبه، مش عايز حاجة من الدنيا، مش عايز حاجة من الدنيا. ولما يقابل حد أو يتكلم هتلاقي لسانه فياض بالحديث عن عريس النفس الغالي، يتكلم عنه شبع بيه شبع بيه. في فرق بين إنسان الله وإنسان العالم اللي ابتدى وسلم حياته وعايش مع ربنا الحياة المباركة. لكن أحيانا يا أبونا ممكن أكون أنا عايش مع شخص عنده حياة التذمر دي، حد معايا في البيت، زوج أو زوجة أو أولاد، ومش قادر يشكر ودايما ساخط ودايما ناقم ومش عاجبه حاجة. أنا أتعامل إزاي مع الشخص ده لما يكون حد من دايرة القريبة ليا مقيم معايا أو عايش معايا أو في الشغل معايا؟ أولا أصلي من أجله، وثانيا أجاهد أني أنا أكون في الصورة المشبعة المرضية، الصورة الحلوة. يعني هو متذمر، أنا مثلا أو الطرف الثاني شبعان بربنا، راضي وشاكر ومش متذمر. حياة الرضا هتنطلي على الآخرين، تنطلي. وحياة الهدوء والشعور بالسلام والشبع. يعني أنا حديلك مثال، مرة كان في أمر، يعني ما فيش داعي أقول هو أمر إيه، يعني في اضطراب وقلق وتعب لسبب معين يعني. وبعدين الناس بتسأل شخص، بتقول له إحنا مضطربين من أجل الموضوع ده، وإحنا خايفين، وإحنا ومنزعجين. فكان رد الإنسان المبارك ببساطة جدا وباستخفاف بالأمور دي، كلمتين صغيرين، قال لهم ده كلام في الهوى لا يود ولا يجيب. إيه رأيك إن بعد الكلمتين دولة كل الاضطراب والانزعاج عند الناس دي راح؟ ده كلام في الهوى لا يود ولا يجيب، ببساطة هو بيضحك. أنا كنت حاضر الجلسة دي، ده كلام في الهوى. فعلا الإنسان اللي شبعان بربنا، اللي شبعان بربنا، تلاقي إنسان راضي وهادي واثق ومطمئن، عايش في سلام الله، لا يتذمر ولا يضطرب ولا يخاف. إنسان روح الله ملكه وسيد عليه، الروح الهادي الوديع، الهادي الوديع. فلنفرض أني قدامي طرف متذمر، أنا علي أجاهد
إني أكون في الصورة الروحانية الحلوة اللي ممكن تشيع الهدوء والوداعة على الآخرين. في ناس ممكن يبقون تمر بأمراض يعني تفقدها القدرة على الحركة وعلى الخدمة وعلى خدمة أهل بيتها وأمراض مستعصية وجامدة جدا. هي بيعدي علينا حالات في قناة الكرمة فعلا حاجات صعبة وتبكي يعني من آلام وأمراض نادرة وحاجات صعبة قوي بتعدي على الناس. فبنشوف قد ايه شخص بيبقى مكسور تحت وطأة المرض. ناس تانية ممكن يعني تكون حاجات اقل او اهون شوية وبرضه مش قادرين يشكروا ومتضايقين وباكين. ما بقولش ان ده اكتر من ده او ده اقل، لكن كل واحد بيبقى متألم للموقف اللي هو فيه، انه ده حاجات صعبة جدا وده شايف نفسه ان هو برضه في حاجات صعبة وحاجات مؤلمة جدا. لكن احنا يعني بنقول انه لازم نشكر ونطلب ربنا ونثق في رب، بس الرد بيتقال انه ازاي هقدر اشكر في اللي انا فيه؟ يعني ازاي انا متوجع، انا متألم، انا جسدي ما بتحركش، انا مش قادر اتحرك، انا عندي مرض مستعصي. فالشخص يقول لي طب ازاي اقدر اشكر ربنا في المرض ده او في التجربه مثلا، تجارب مؤلمه من اولاد متعبين لاهاليهم، اولاد مدمنين، حاجات صعبه الناس تعدي بيها، خسائر زي ما قلت خساره كبيره، شخص عدى فيها مثلا فقد كل حاجه. فالناس تقول طب ازاي يعني بتطلبوا مننا نشكر في ظرف زي ده؟ بيحس كانه انا مش حاسس بيه لما اقول له اشكر، كان انا مش حاسس بيه ومش حاسس بالمه وحاسس انه لا عادي ده ما فيش مشكله يعني وده حاجه هينه يعني. لو الإنسان قابل الأمور اللي بتحكي عليها دي ببشريته وبذاته حيتعب، لأن مش حمل التجارب دي، مش حمل الخسارة الكبيرة ولا حمل المرض اللي يقعده عن الحركة ولا حمل تجربة شديدة ممكن بالنسبة للإنسان العادي تبقى تجربة مرة. أولاً إحنا بنرسي ونشفق على كل إنسان في تجربة، وعلى الأخص إن كانت تجربة تقعده عن الحركة أو تمنعه عن الحركة أو المرواح والمجي والخدمة أو تجربة خسارة خسر كل حاجة. إحنا بنشفق على الكل وإحنا مشاركين بصلواتنا وقلوبنا مع الجميع. لكن هقول مش كنصيحة، لا، أنا هعبر عن تأثير الروح القدس أو نصح الروح القدس. إن لنفرض فلان في تجربة، أيا كانت التجربة، مرض أو خسارة أو ضيقة أو أي حاجة، تجربة على الإنسان إن ما يقابلش التجربة بمشاعره هو وأفكاره هو وأحاسيسه البشرية ومقاييسه البشرية، مش هيقدر يحتمل التجربة، بل بالعكس هيحوطه الشيطان ويحيطه بكل أساليب اليأس والضيق. لدرجة قابلتني واحدة امبارح واحنا طالعين وقالت كل شوية الشيطان بيقودني للانتحار. كانت موجودة هنا. يبقى روح الله عايز يرشدنا إلى أن احنا نحول التجربة على ربنا، نحولها على ربنا. أنا مش هقدر أشيل التجربة ولا أقدر أجابه وواجه التجربة ولا أقدر أعيش في التجربة لأني مش حملي. لما بيقول لا يدعكم تجربون فوق، لا يدع الإنسان يجرب فوق ما يحتمل، ليه؟ لأني عايزني أحول التجربة على ربنا، أشرك ربنا في تجربتي. وربنا لما يشترك معايا في تجربتي مش هيشيل التجربة هو ولا يشيل شلتي، لا ده هيشيلني ويشيل شلتي ويخليني في وسط التجربة أنا مش شاعر بحاجة، بل بالعكس متعزي وفرحان. يبقى الحل في إني مش هدخل ربنا كشريك، هدخل ربنا في إنه يشيلني ويشيل شيلتي، وأنا مش هحتمل حاجة من التجربة، مش هحتمل حاجة في التجربة. هو اللي هيشيل الشيلة ويشيلني مع الشيلة، هو اللي هيحتمل الألم ويحتمل التجربة
وأنا أتعزى وأفرح بربنا. يبقى عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. وزي ما قلت مرة، لقينا أيقونة جميلة عملناها زمان من حوالي 30 سنة في غلاف كتاب من الكتب اللي عملناها. الأيقونة دي عبارة عن إنسان، والإنسان ده مرتبط بالكرة الأرضية، يعني آدي الكرة الأرضية، ونص الإنسان التحتاني جوه الكرة الأرضية، والنص الفوقاني خارج الكرة الأرضية، يعني زي في الغلاف الجوي كده. النص التحتاني اللي في الكرة الأرضية في أسود بتنهش فيه، وتعابين بتنهش فيه، وذئاب بتنهش فيه، وعقارب وحيات إلى آخره في النص التحتاني. طبعا لما نبص للنص التحتاني ده مرار مرار، يعني جنينة حيوانات، حيوانات مفترسة بتاكل فيه. لكن النص الفوقاني ده المسيح واخده في حضنه، المسيح واخده في حضنه، فمش شاعر بالألم اللي تحت، لا بتعابين ولا بذئاب ولا بأسود ولا بأي حاجة، لأن المسيح واخده في حضنه. دي التجربة لما نرميها على ربنا، لما يكون الإنسان في علاقة مع رب المجد يسوع، يديله تعزيات وفرح حتى في عمق الآلام، القلب يمتلئ بالسلام، ونعيش في فرح وتعزيات دائمة رغم التجارب المرة مع المسيح كل يهون. أمين يكون. أمين. وبنصلي إن فعلا رب يملأ قلوبنا بحياة الشكر ديت، وإنه ده يكون فعلا شعارنا من النهاردة. أنا مش قابل التجارب بنفسي، لكن يعني الرب جوايا هو اللي قابلها ويرد عليها. أمين يا أبونا. ممكن ناخد مكالمة يا أبونا؟ اتفضلي. معنا الأخت بنت الرب من مينيسوتا، حضرتك على الهواء، اتفضلي. ألو. ألو، أهلا بيكي. أهلا وسهلا. وطي التلفزيون لو سمحت. أنا عندي ابني بيرضاش يروح. لو سمحت يا حبيبتي وطي التلفزيون. حاضر. أنا عندي ابن 9 سنين، فما بالعافية بوديه الكنيسة، مش بيرضى يروح الكنيسة خالص، مش عارفة ليه. ألو؟ أي حد سامعين حضرتك؟ ابنك 9 سنين مش راضي يروح الكنيسة؟ بالعافية أوديه الكنيسة، عايز يصحى الصبح يشرب الشاي بلبن وخلاص، بعد كده برضه ما يرضاش يروح الكنيسة، أقول يلا عشان نروح نتناول، مغلبني خالص، فأنا مش مقصرة في حقه، هل ده هبقى أتحاسب عليه ولا إيه؟ مش عارفة. أوكي يا حبيبتي. مصدقيني انا بصراحه انا مبسوطه من ابونا مكان هنا، كان انا كنت في مصر السنه اللي فاتت، وما ساعدنيش الحظ ان انا اروح اخد بركه، فاشكر ربنا يعني. معلش. اوكي شكرا لك يا حبيبتي. على العموم قدمها في الهجره، اتمنى ان هي تيجي. اوكي. امين يا حبيبتي. امين يا حبيبتي، ربي يمد ايده ويتدخل حبيبتي، وتسابونا يرد عليك. احنا اولا بنصلي من اجل اولادنا وخلاصهم وحياتهم الأبدية، وثانيا بنكون قدام أولادنا وسائل إيضاح أو أمثلة، يعني أنت كمثال قدام ابنك، ويبان حبك للكنيسة مع حبك لربنا، حبك للحياة الروحية، لأن الولد أو البنت هيشرب مننا كآباء وأمهات، هيشرب مننا الإيمان شرب، يستلمه قبل ما يتعلمه، يستلمه كحياة. لما رب المجد يسوع بيقول جئت لتكون لهم حياة، حياة يعني إنسان عايش الإيمان. ما ممكن ناس كتير تتكلم عن الإيمان، وممكن تفسر، وممكن تعلم، وممكن توعظ، لكن الإيمان قبل ما يكون كلام، الإيمان حياة، حياة. يعني لما أجي أتكلم عن إنسان مؤمن، إنسان مؤمن يبان إيمانه مثلا في محبته، من غير ما يتكلم عن المحبة، ومن غير ما يشرح ولا يعلم، تلاقي إنسان محب. ممكن في المقابل إنسان يتكلم كتير عن الإيمان، ويتكلم ويحاول يعلم ويفسر ويناقش ويقاوح،
لكن في نفس الوقت تيجي تدوري عليه انت محب، لا محبته باردة. فإحنا بندي أولادنا وبناتنا حياة، حياة يعني بان ثمر الإيمان قبل ما نعلم عن الإيمان أو نتكلم عن الإيمان. فيبقى خلي ابنك يلمس حبك لربنا، حبك للكنيسة، حفظك للوصية مع الصلاة والدموع. ربنا مش هينسى إطلاقا أن يضمك لأحضانه أنت وعيلتك وبيتك، وربنا يمتعك بحياة كريمة ومباركة. أمين يا أسبون، أمين. معنا عادل من كاليفورنيا، حضرتك على الهواء، تفضل. أهلا، مساء الخير. مساء النور. قبل أيادي يا أسبونة، وربنا يباركك ويجدد مثل مثل شبابك ويباركك أكثر بكثير. أشكرك. من مجد المجد يا أسبونة. أيوة. ليه عند حضرتك بس طلب، نفسي نسمع كلمة تعزية لإخواتنا والأمور اللي بتحصل في بلدنا والكنيسة والأمور اللي بتحصل في مصر، كلمة تعزية شجع بيها أولادك وشعبك في مصر. شوف يا عادل، أنا معروف عني أني خارج مصر ما بجيبش سيرة مصر، لكن مصر في قلبي كشعب، كشعب عام يعني، مش هقول كأباط، لكن مسلمين قبل المسيحيين مصر في قلبي، وبعز مصر جدا، ورافض تماما أن أكون خارج مصر بأي وسيلة. لكن صلاتي مرفوعة على الدوام من أجل مصر، وكل ما أتكلم أقول لكل إنسان بيسمعني صلوا من أجل مصر. لكن كلمة مختصرة هقولها، انتظروا خير لمصر، انتظروا خير لمصر. هل الخير ده هيسبقه حاجة معينة أو أي حاجة؟ الله أعلم. لكن نثق في وعد الرب إن البلد الوحيدة اللي ربنا ساب لها وعد بالبركة هي مصر، وقال مبارك شعبي مصر. والبلد الوحيدة اللي ننتظر فيها نهضة كبيرة قوي دونا عن كل بلاد العالم هي مصر، في المشاركة ما بين الأشوريين والمصريين وإسرائيل، ده في الأيام الأخيرة. فإحنا ننتظر بركة كبيرة لمصر، وقولوا خير وانتظروا خير، وما تخافوش من أي حاجة، وسلام المسيح يملأ قلوبكم. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. وأنا بقول مصر عموما، مسلمين ومسيحيين الغالبية ناس طيبين ومباركين ومحبين جدا، بيحبوا بعض، بيحبوا بعض. ما تنظروش للقلة، القلة الحاقدة، الحاقدة اللي هي عايزة تخرب الدنيا. لكن غالبية البلد مسلمين ومسيحيين، ناس طلاب سلام وبيسعوا للسلام، وعايزين البلد تكبر وتزيد، وإن شاء الله هتكبر وتزيد والفرح يعم البلد. آمين. وينهزم الشيطان. آمين 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 يا أتصابون، آمين. دي صلاتنا كلنا فعلا. معنا ليزا من مصر، حضرتك على الهواء، تفضلي. ألو. أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أنا أقدر أكلم أتصابونة؟ أتصابونة. أيوة، تفضلي. مساء الخير يا أتصابونة. مساء النور. أنا ليزا وهيز من مصر يا أتصابونة. أهلا أهلا أهلا. أنا بشكر حضرتك جدا جدا. نشكر المسيح. كل طلبة وكل كلمة بتتكلمها حقيقي حقيقي تدخل قلوبنا. مين؟ أمين. أمين يا أتصابونة. يا أتصابونة أنا بشكر ربنا جدا إن المسيح داخل في حياتي. امين. ودايما يا ابونا صلينا علشان فعلا فعلا مصر محتاجه صلاه بجد يا استاذ ابونا. امين 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 يا استاذ ابونا. وانا بتصل عشان بشكرك من كل قلبي يا استاذ ابونا، وربنا يرجعك لنا بألف سلامه. ربنا يبارك حياتك ويكون معك. متشكر خالص. شكرا لك يا اخت ليزا على اتصالك. معنا ابن الملك من فيرجينيا، حضرتك على الهواء، تفضل. مساء الخير يا استاذ ابونا. مساء الخير يا حبيبي. ازاي صحتك يا أتصابونة؟ نشكر ربنا كتير.
الحقيقة أنا كنت بتابع القداس الصلاة بتاعك كل يوم جمعة في الكاتدرائية المرقسية، كنا حاطين مية أنا ومراتي وشربنا منها. أنا كان عندي الهابيتايس سي اللي هو الفيروس التهاب الكبد الوبائي. أيوة. كان عندي الكاونت اللي هو العدد بتاعه حوالي 500,000. حاولت أتعالج منه لقيت السايد إفكت عالي جدا، فما قدرتش، الدكتوره منعتني. بمجرد ما شربت من الميه بعديها بحوالي اسبوعين عملت تحليل للكاونت لقيته 10,000. الدكتوره قالت لي دي معجزه من المعجزات عمرها ما تحصل. جسمك قاوم؟ قلت لها لا، مش جسمي اللي قاوم، ده انا ابن الملك، ابن يسوع، يسوع هو اللي شفاني. الله الله. وبعدين انا قابلت حضرتك في فيرجينيا وصلت لي انا ومراتي وقلت لك يا اوتسابون احنا بقى لنا 8 سنين متجوزين وما خلفناش، وحتى ضربت الصليب على راس مراتي وقلت لها وصلت لنا. انا اتمنى انك تيجي تعيش معنا في فيرجينيا، اتمنى لو عشت معايا في فيرجينيا هنا ابو اوتسابون يعني بامر المسيح اسيب لك البيت بتاعي. اشكرك يا حبيبي، اشكرك. لو سمحت صلي لي على انا ومراتي علشان نخلف. هي الحقيقه قعدت بتحوالي اتقطعت عليها الدوره 8 اشهر، وبردك لما راحت اليوم اللي احنا روحنا فيه في فيرجينيا اللي سمعنا قدسك جات لها الدوره تاني. ربنا يكمل، امين. شكرا لك يا اخ ابن الملك. بنعطي مسيحنا كل المجد. مبارك اسم الرب. نعطي مسيحنا كل المجد ونرفع ليه الحمد والتسبيح والشكر. ويريد تعالوا الميكروفون شوية يا كنترول أفندي. وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك، وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك. يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناليك. اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك. ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. هو صاحب المعجزات وحده، كرامة ومجد ليك، بنرفعك ونعليك يا أغلى الكل علينا، كرامة ومجد ليك. مبارك اسم. معنا بنت الملك من كاليفورنيا، تفضلي. الو الو، اي حبيبتي حضرتك على الهواء، تفضلي. سلام يا اخت منى، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيكي. سلام يا اتسابونا. سلام. اتسابونا، انا كنت عايزه اتسك تصلي من اجل البيت والاسره. أنا بحب بيتي وجوزي خالص يعني، لكن جوزي عصبي ومتعب ومستفز، بس يعني أنا بحبه جدا ودايما هو شايل هم بكرة. وبعدين يعني لما بتعب من كتر الضغوط اللي هو بيعملها يعني بريح، وربنا يعلم قد إيه، لكن مع ذلك أنا لما بتعب يا ابونا أنا أسفة سامحني بتنرفز ممكن، رغم أن أنا بقعد أحتمل كتير 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 قوله يا رب ساعدني، بس بيجي علي وقت الشيطان بيتدخل في الأسرة ونختلف يعني، وبيخرج بره ممكن ألاقيه
لو أهله كلمهم بيحكي عني الأسوأ ما فيها، لو أصدقاء لي سألوا لأي حاجة يحكي عادي، ده بيتعدني بيقللني، وأنا مش مقصرة معاه في أي حاجة، دايما واقفة معاه يعني أكتر من 100 راجل، ما فيش حد يلمسه بكلمة إلا ما رد يعني بأمانة. أي تجربة يقع فيها بقف معاه، يتعب أكون معاه، يعني مش عارفة لي كده، دايما عنده أولوية أي حد برا أكتر من البيت. أنا نفسي يعني حياتنا تستقر. هو في الأول لما أنا كنت لما بتعب من كتر ما بتعب وهو بيضغطني وبزعل معي وبختلف وبختلف معي بيننا وبين بعض، تهني إن أنا علي شياطين. لما عرف إن يعني صلاتي بربنا وبروح الكنيسة وبتناول وبصلي ما عنديش شياطين، وده كان رأيي من خلال أهله، يعني قالوا له إن هي وديها عشان هي لما بتختلف معك بتزعل، يعني هي عليها شياطين وديها تشوف عندها إيه وديها الحديد. أبونا شكرا لك حبيبتي، أبونا هيكون بيرد على سؤالك ورب يكون معك حبيبتي. شوفي قلتي عن جوزك إنه عصبي ومتعب ومستفز، وانت احيانا بتعامليه بالمثل، واضح من كلامك يعني. يبقى انتوا الاثنين محتاجين ان ربنا يدخل في حياتكم، ربنا يدخل في حياتكم، ربنا بروح القدوس بيدي الانسان هدوء وداعة وسلام ويهذب سلوكياته، يهذب او يقومها، يقوم سلوكياته، بيمنع النرفزة والتعصب والغضب والحاجات دي، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. إحنا عموما في بيوتنا كلنا محتاجين أن الله يسود ويستلم البيت، لأن هو رب البيت وهو كبير البيت، محتاجين كلنا أن إحنا نكبره نسلمه البيت من أوله لآخره، يبقى هو العائل بتاعنا، نبص له، الزوج ياخد مشورته والزوجة تاخد مشورتها منه، ما يحسش الزوج انه هو يعني كلمة رب بيدي غلط غلط، ده احنا افراد افراد في البيت اللي ملكه ربنا. فالزوج يبص للكبير بتاعه هو المسيح له كل المجد، والزوجة تبص للكبير بتاعها المسيح له كل المجد، والاثنين يحترموا المسيح له كل الكرامة، الاثنين يحترموه وياخدوا المشورة منه. يعني لما الزوج يحس ان مش هو الكبير هيتكسر، والزوجة لما تحس ان مش هي الكبيرة هتتكسر، والاتنين هيعيشوا في مخافة ربنا وفي سلام المسيح. هو اللي يدبر البيت، هو اللي يمشي شؤونه وأحواله، هو اللي يفيد بالسلام على كل العيلة لما يكون لنا عشرة قوية مع رب المجد يسوع. مين يبون معنا؟ سامح من نيوجيرسي، حضرتك على الهواء، تفضل. الو الو الو، سلام ونعمه. سلام ليك. سلام ونعمه وتصبونه قبل الايادي، منور شاشه الكرمه. اشكرك، مبسوطين بظهورك على شاشه الكرمه ومع الاخت منى. ازيك؟ هي مداخله، سؤال روحي بالنسبه للروح القدس اللي ساكن في الانسان المسيحي، ازاي ان هو يبقى دايما مليان بالروح القدس؟ يعني الروح القدس تبقى فيه وتفيض. الحاجه الثانيه قلت ابونا، كان في ترنيمه زمان سمعتها منك من سنتين بتقول وتعالى يا يسوع وحدك جوه قلبي، وتعالى يا رب واسكن جوه قلبي، يا ريت اسمعها من قدسك لو فاكرها. شكرا ونشوفك بخير يا قدس ابونا، وسلام ونعمه ليكم كلكم. شكرا يا خسام. شكرا يا خسام، شكرا لك. أشكرك وسلم عليك وسلم على مدامك وأولادك. أما بس قلت كلمة في النص كده، الروح القدس تبقى فينا وتفيض. الروح القدس يبقى فينا ويفيض، لأن الروح القدس هو ربنا. ما بقولش المسيح راحت وجات، بقول المسيح راح وجه، وأقول الروح القدس يبقى فينا ويفيد. أوكي. أما عن الروح القدس يملانا ويفيد فينا،
فالروح القدس اسمه المالئ الكل. المالئ معنى المالئ الكل يعني هو الرب الروح اللي لا يخلو منه مكان أو حيز. يعني لما أقول الكوباية دي فيها الروح القدس، لما أقول الحيز اللي احنا موجودين فيه حاليا فيه الروح القدس، لما أقول كل إنسان في الوجود فيه الروح القدس. بس الفرق بين إنسان وإنسان إن اللي آمن واعتمد ده تصريح بالعمل للروح القدس، فيه الروح القدس ليعمل. أما الإنسان اللي لم يؤمن ولم يعتمد يبقى الروح القدس فيه أو ساكن فيه لكن لا يعمل، لا يعمل، لكن هو المالئ الكل، المالئ الكل. فالإنسان اللي آمن واعتمد وعايش حياة التقوى وبيجاهد عشان يكمل القداسة ده إنسان عايش ممكن حياة الملء روح الله يملك ويفيد فيه، يملك ويفيد فيه على قد ما يخلي قلبه من المحبات الغريبة، على قد ما الروح القدس يملك ويسود عليه، واللي بنسميها حياة الملء. والملء حياة، حياة يعني إيه حياة؟ يعني سيادة أو ملكية. طول ما الإنسان بيجاهد ويكون في العلو وفي الارتفاع فقط وبيجاهد عشان يكمل القداسة في خوف الله يبقى روح الله مالك وسايد، لكن وقع يبقى الروح القدس مش مالك ولا سايد. أبونا داود الرجل القائم في العلا، وحي الرجل القائم في العلا مرنم إسرائيل الحلو مليان بالروح. أبونا داود وقع ما امرأة حوري أوريا الحثي مش مليان بالروح. فالروح أو ملء الروح ده حياة. طول ما الإنسان في جهاد قانوني بالنعمة يبقى عايش حياة الملء، والملء حياة. وقع الإنسان يبقى مش مليان، عشان كده يقول امتلئوا بالروح أو دعوا الروح يملأكم، فعل مضارع مستمر حياة الملء. وامتلئوا بالروح يعني عيشوا ممتلئين بالروح، أو دعوا الروح يملك ويسود عليكم على الدوام. ده ملء روح الله، وملء روح الله يجمل بالمواهب ويجمل بالثمار. طبعا الثمار أولا وبعدين المواهب للخدمة والعمل المبارك. وتلاقي فرق كبير بين إنسان عايش حياة الملء وإنسان تاني عادي، إنسان تاني عادي حتى كلامه يطلع جاف، ده حتى لو كان خادم كلامه جاف ناشف، ناشف مش على رأي الكلام البلدي يقول لك مش متزيت، كلام مش متزيت، كلام متزيت يعني كلام بالروح، كلام حلو، كلام روحاني معزي مفرح يعطي نعمة للسامعين. آمين. آمين. معنا مريم من كاليفورنيا، تفضلي حضرتك على الهواء. سلام ونعمة. أهلا بيك. سلام. إزيك يا أبونا؟ أهلا أهلا. لو سمحت إحنا قريبين من سان فرانسيسكو، كنت عايزة أجيب أخوي وأختي مرضى الاثنين، وكنت عايزة بركتك تصلي عليهم لو سمحت. حاضر. احنا مستنين سنة لمجيك، واهلا وسهلا فيك في امريكا. حاضر، اتصلوا بابونا. انت 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 انسان قديس و... لا العفو العفو، انت العفو. انسان محبوب ودائما خلاص خلاص بنتفرج. شكرا 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 لك يا اخ. اتصلوا بابونا انطونيوس حنا وهو حيرتب الحاجات دي. بنت ربنا من بوسطن، حضرتك على الهواء تفضلي. ألو، سلام يا أستاذ هنا. سلام. أنا كنت عايزة أسأل أكثر في إن أنا في مشكلة جامدة خالص، أنا مش عارفة دي تجربة من ربنا ولا إيه. أيوه. أنا فجأة كده لقيت إن الناس كل ما تشوفني زي اللي بتتخض، يقولوا لي دي she looks like evil في إيه؟ ودي كانت ميتة وقامت الناس لما بتشوفها بتتخض وبيقولوا شكلها شرير وميتة وقامت، صح كده؟ أيوة. لا قولي تاني، اتكلمي بشويش لو سمحتي، قولي تاني. أنا تقريبا يعني بقالي سنة بالضبط
الموضوع دوت بيحصل. إيه؟ الناس تشوفني بتقول ان انا وشي شبه الشيطان، فانا مش عارفه كل الناس الشيطان ركبني ولا في، انا مش عارفه كل الناس كل الناس. يعني انا شغاله في مكان، يعني عايزه اقول لقدسك ممكن كل اللي بيشوفني يقولوا دي شكلها بيتخضوا، يقولوا دي كانت ميته وقامت. انا مش عارفه في ايه. انا طلبت من ابونا هنا يصلي لي على ان لو في روح شريره ولا حاجه. انا نفسي مش عارفه يا ابونا، ما كانش بيحصل الكلام ده معايا خالص. طيب انت اولا تمتحني نفسك، هل انت عايشه مع ربنا او لا، او عايشه حياه التوبه الحقيقيه او لا. ان كان في ضعفات في حياتك او سقطات او خطايا، نمره واحد تتوبي عنها توبه حقيقيه وتتغيري وتسلمي حياتك للمسيح. سلمي حياتك للمسيح مع التوبه الحقيقيه والرجوع لربنا وحياه التسليم، هتلاقي الموضوع ده انتهى إن شاء الله. وإحنا هنصلي من أجلك دلوقتي، نرفعك في الصلاة ونقول لربنا باسم يسوع المسيح الناصري، ننتهر كل محاربة من حياة بنت الرب دي. وإنت عليك في نفس الوقت اللي أنا بتكلم فيه وبصلي فيه تقدمي توبة حقيقية، والله حيرفع عنك التجربة دي. ربنا معك. معنا ابن رب من الكويت، حضرتك على الهواء، تفضل. الو، قبل عادي ابونا. اهلا. لو سمحت قدسك، انا يعني بمختصر كده، انا عندي بنتين والمدام حامل ثالث. رحنا للدكتوره قالت احتمال تكون بنت، مش اكيد تبان بعد اسبوعين. معايا المدام عندها ايمان فظيع وبتقول لا انا عندي ثقه انك ربنا هيخليه ولد حتى لو كان بنت. فمش عارف بقول لها حرام اللي يجيبه ربنا خير، تقول لا انا عندي ثقه ربنا هيدينا ولد. فعايزين صلواتك اولا، ثانيا عايزين نستشير قدسك في الكلام ده. ايوه اشكرك، كلام حلو. واذكرنا في صلواتك يا ابونا. امين يا حبيبي، عشان احنا بنحبك كتير، بنحبك قوي يا ابونا مكاري، والمسيح بيحبكم كلكم. اوكي، هو طبعا في ناس بتحب الأولاد وخصوصا الصعايدة، لكن ممكن في ناس تاني بيحبوا البنات مثلا. إنما عايز أسأل، هل في إنسان له علاقة بربنا ممكن يميز بين ولد وبنت وبين عطية وعطية؟ لا. احنا اولا نشكره ونقول يا رب قومها بالسلامة وكمل الحمل على خير، واللي هتديهولنا رب احنا راضين بيه، وكتر خيرك كتير انك بتدينا ولد او بنت. يا مناس كتير انا قابلوني مرة اتنين اوشكوا على الانتحار عشان مش مخلفين. واو. مش مخلفين. واو. وياما ناس كتير عندها بنات وفي منتهى السعادة، وبنات في منتهى الروعة وعايشين في سلام المسيح. وياما ناس عندها أولاد وفي نكد دائم، والولد انحرف وأدمن وعمل وسوى، يا ريته ما كان جه. احنا المهم سلام المسيح، سلام المسيح سواء ولد أو بنت، ولد أو بنت نشكره. كنا بنتكلم عن حياة الشكر دلوقتي، وربنا بيقول اشكروا في كل شيء. انا عايز اقول للام الحامل، صلي ربنا يقومك بالسلامه، واحنا هنصلي لك ربنا يقومك بالسلامه، لكن لازم تشكري ربنا على اي وضع. يجي ولد نشكره، يجي بنت نشكره، لان المهم هو نصيبنا، هو نصيبنا. احنا مش عايزين حاجه معاه، ونشبع بربنا. وبعدين يا بنتي، بنت ولا ولد كله بركه من الله، ربنا يديكي شبع بيه وفرح بيه، ومش أي شيء تاني يشبعنا أو يفرحنا في العالم. أمين يا أستاذ.
معنا الأخت إيزيس من فرنسا، حضرتك على الهواء تفضلي. هلو أخت إيزيس، فاتحة التلفزيون. سمع من التلفزيون. أختي أيوة حبيبتي تفضلي. اقفلي التلفزيون يا إيزيس. صدقني شافونا قفلته خلاص. سلام ونقبل العيادة والصابونة. سلام يا دكتورة منى. منى من غير دكتورة. أوكي زي ما حضرتك تحبي. أنا طبعا بتصل عشان أطلب الصلاة من قدسك ليا والجوزي وللأولاد، وإن ربنا يهدي الأولاد ويديهم محبة وسلام ومحبة للكنيسة. تاني حاجة بقول لقدسك إن أنا من فترة كنت قدسك في أمريكا يعني، وبالمصافة بفتح التلفزيون لقيت قدسك بتصلي وكان في مية موجودة على الترابيزة، فأنا جبت إزازتين مية وحطيتهم. إحنا عندنا بيزنس أنا وجوزي، كل واحد بيزنس بتاعه. فالفترة اللي فاتت كان تعبان جدا الشغل والديون كترت علينا جدا، فأنا كان عندي إيمان إن لما المية هتحضر الصلاة هيحصل حاجة يعني. فأنا أخدت إزازة المية اللي بعد قدسك ما صليت تاني يوم معايا في البيزنس اللي أنا فيه، ورشيت المية وقعدت فترة أرش في المية لغاية ما تقريبا الإزازة خلصت. لاحظت بعدها ان ربنا بيبارك، وان يعني صحيح مش زي الاول الشغل، بس في تحسن، في تحسن، وحسيت بمجد ربنا وحسيت بايد ربنا بتنشلني من الغرق اللي انا كنت فيه. فبطلب الصلوات من قدسك ليا والجوزي والاولادي ان ربنا يديهم سلام ومحبه ومحبه ربنا قبل اي شيء. امين. فصلوات قدسك لينا يا ابونا. امين امين يا اخت ازيس، شكرا لك. بركه كبيره ان الله يستجيب صلواتنا، وبركه كبيره ان الله ينجح طريقنا في العالم. لكن عايز انبه على شيء، نهتم جدا اولا واخيرا بنجاحنا الروحي قبل ما نهتم بنجاحنا في العالم والبيزنس اللي في العالم. لازم اهتم بالبزنس الروحاني. الروحاني يعني لما ربنا له كل المجد بيعطي مثل ويقول كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وعطاهم كل أمواله أو كل ماله. ناخد بالنا من كلام خطير، أعطاهم كل ماله، يعني كل مال الرب لينا حاجة خطيرة. وأعطى كل واحد على قدر طاقته وسافر، وقال لهم تاجروا إلى أن أجيء. وتاجروا يعني do business till I come. Do business till I come. تاجروا. فإحنا لينا بزنس روحاني وبزنس عالمي. البيزنس العالمي ما يضغاش على البيزنس الروحاني بتاعنا. قبل ما ادور على اني اكسب دولار ادور على اني اكسب نفس. طبعا كسبت نفسي وضمنت نفسي في المسيح يسوع له كل المجد، وان فعلت هذا تخلص نفسك واخرين ايضا. اسعى اني اخلص اخرين. يبقى البزنس الأول بتاعي إني أربح نفوس لحساب مجد الله، وبعدين أدور على البزنس الثاني بتاعي. ربنا يكون معاكم ويبارك عملكم. أمين. يتصون معنا بنت الرب. ألو ألو. أيوة حبيبتي تفضلي. أيوة مساء الخير. مساء النور. أنا بتفرج على قناة الكرمة على طول وبشكركم كتير وبحبكم قوي، لأن صلواتكم بيستخدمها ربنا وبيستخدمكم لتوصيل صلواتكم للرب. وانا بلي اختبار مع صلواتكم الجميله ان بنتي كلمتكم كتير، وبنتي كانت من غير شغل وربنا بركت صلواتكم اعطاها شغل النهارده. اشتغلت هي بكالوريوس تجاره انجلش، واشتغلت الحمد لله في مدرسه سان جوزيف ولنا فرنسي. وانا بشكركم قوي قوي قوي، ويا رب دايما صلواتكم تكون مقبوله. وليا بس مكالمه كلمتين صغننين مع ابونا مكاري. اتفضلي حبيبتي، حضرتك بتكلمينا منين؟
مصر. من مصر. اوكي تفضلي كملي يا حبيبتي تفضلي. سامعيني؟ أيوة. تفضلي. اي حاجه. أيوة ابونا سامع. قلتك يا ابونا اهلا يا بنت. بصي يا ابونا انا عايزه اطلب من اسر، كان عندي ابن في امريكا وابني سيتيزن وانا لوحدي انا وبنتي في اسكندريه، وبنتي دخلت 4 مرات عشان تاخد فيزا وال4 مرات بتترفض فيهم، وانا نفسي ربنا يتمجد كده اسمه ويجمع شملنا كلنا في امريكا، لان انا بجد تعبانه انا وبنتي لوحدنا في اسكندريه، وانا كنت بعت فلوس لابني عشان خاطر يعمل لي الورق، وبعدين حصل مشكله هنا فبقاله شهر ما بيكلمنيش هيكلمني. فانا بصراحه طالبه من اسك صلوات ربنا يحنن قلبه وربنا يحنن قلبه ويكلمني عشان نفسي اسمع صوته وجمع عشان يعمل لي الورق، وانا بعت له عشان يعمل لي الورق. امين امين. نصلي والله يستجيب طلباتكم ويكون معاكم ويسندكم. امين. معنا شيرين من مصر، اتفضلي حضرتك على الهواء. الو سلام. اهلا وسهلا بيك يا مكاري. سلام. انا كنت بتصل بقصة، كان عندي خالي مريض عنده السرطان وخد كلاسات علاج وعمل عمليه عشان يشيل الورم، بعد ما اتشال رجع تاني انتشر في جسمه وخد العلاج والإشعاع وقالوا إنه ما فيش فايدة، يعني خلاص مسألة وقت زي ما بيقول. أنا كلنا بنصلي بنصلي ربنا جامد وبنتمنى منه إنه يمد إيده، أو هو دوت يعني الحاجة اللي إحنا مستنيينها وعارفين إنها الحل الوحيد لينا. أنا بس كان عندي سؤال، أنا من فترة كنت واقفة بصلي في البلكونة وشفت زي حمامة صغيرة عدت، أنا كنت واقفة بعمل تمجيد للعذراء، فجبت الكتاب وقعدت أعمل تمجيد وقفت أنا ووالدتي وطلبت منها وقلت لها يا عذراء يعني لو أنت وجاية عشان تصبريني عشان خالي بتقوليني إن أنت جاية له، بس هي مسألة وقت تعالي تاني. وفعلا وأنا واقفة تاني بعمل تمجيد عدت تاني الحمامة وأنا بس اللي شفتها. يعني أنا بعد فترة لما الموضوع طال ومفيش أمل وحالة كل مدى بالسوق ابتدى جوا مني قلق، إسكان الظهور ده هي فعلا العذراء وطمني وهي مسألة. في الصوت اللي جنبك ده حبيبتي بعدي عن التلفزيون، شيرين انت جنب التلفزيون بعدي عنه بس شوية حاجة، الصوت مشوشر قوي على ودنة. تفضلي وطي على الآخر يا حبيبتي، يعني ده حاجة دي قلقاني ومش عارفة. وطي التلفزيون على الآخر يا شيرين. عايزة أعرف إسكان دي العذراء يعني ينفع مع صلاتي وهتستجيب لي؟ طيب يا حبيبتي سؤالك واصل، سؤالك واصل يا شيرين عشان الصوت مشوشر قوي. هي بتقول يا ابونا ان هي كانت واقفه في البلكونه بتعمل تمجيد للعذراء وبعدين طلبت علشان خالها المريض عنده كانسر وعمل اخذ العلاج وبعد كده رجع عشان عمل عمليه والمرض انتشر في جسمه فشافت حمامه مرتين، هي بس اللي شافتها في الاسره ما حدش تاني شافها، بس تقول بعد الموقف ده حالته ازدادت سوءا، يعني الكيماوي ما جابش نتيجه والمرض انتشر اكتر. فهي بتسأل يعني ده كان ايه او اشارة لايه مثلا او حاجة يعني. احنا مش يعني منفسر احلام، لكن ننتظر خير من ربنا وكله خير، ربنا يتمم مشيئته في حياة خالك واحنا نصلي من اجل الجميع. معنا مريم من ميتشيغان، حضرتك على الهواء تفضلي. حاضر. وطي التلفزيون على الاخر يا اخت مريم من فضلك يا حبيبتي، كل الاحباء على الخطوط وطوا التي في على الاخر لو تسمحوا. حاضر انا اسفه. حاضر اتفضلي يا حبيبتي. الو حضرتك على الهواء اتفضلي. نعم. حاضر. الو. ايوه. الو يا اتسابونا. ايوه. ازيك يا اتسابونا؟ كل سنه وقصك طيب. اشكرك. شاكرين يا اتسابونا لوجودك معانا يا ابونا، ما نتحرمش من قصك. عايش. انا يا ابونا عايزاك تصلي لي انا واولادي، هم نشكر ربنا في ربنا وكويسين، بس يعني اليوم أخطأهم كشباب يعني نفسي يتحرروا منها خالص، نشكر ربنا ما خدامه حلوين. وليه مشكلة تانية وتسابونا، إخواتي في مصر على طول مشاكل كتيرة بينهم وبدون سبب، مرة بسبب الورث ولو إنه حاجة تافهة وصغيرة وأي حاجة تفرقهم بعيد عن بعض، وأنا صلاتي كلها أن ربنا يرجعهم تاني وتسابونا بأسرة حلوة، وده بس وتسابونا ومشكرة أو تسابونا لصلاتك من أجلنا يا بون. حاضر. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب.
نصلي من أجل أولادك وأخواتك. أما عن الميراث، نفسي كل إنسان يسأل نفسه الميراث ده اللي بيتخنقوا عليه فين صاحبه؟ فين صاحبه؟ روح، واللي حيورث حيروح، وكل الأجيال اللي فاتت دي روحت والميراث باقي، الأرض باقية من أيام فرعون يوسف، والأرض ملك الدولة، الناس بتعدي عليها وتمشي. وطوبى للإنسان اللي يعدي على الأرض والميراث وعينه مرفوعة للسماء، عينه مرفوعة للنصيب الباقي. وطوبى للمرنم اللي قال نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. أمين يا قدس أبونا، بنصلي أن صوت قدسك ده يوصل لكل الناس اللي بتسمعنا في كل أنحاء العالم فعلا. أمين. معنا بنت الرب من تكساس. ألو، تفضلي حياتي، حضرتك على الهواء. شكرا. سلام يا أبي. سلام. سلام. أنا طالبة من قدسك صلاة لمرات ابني، بقالها دي رابع سنة ما جابتش أولاد، وعملت عملية اللي فاتت الدكتور قال لها في استحالة حمل يا أبونا، وأنا واثقة من صلوات قدسك إن ربنا هيديها نفس المقدس المسيح. أمين، نصلي ربنا يفرحها بثمرة البر. أمين. شكرا لك يا بنت الرب. أتصابونا، يمكن في حالات كتيرة عدت علينا النهاردة، حاجات للأسرة، حاجات للأسرة، حاجات كتيرة قوي. من ضمنهم سؤال جالنا، في زوجة بتقول أنه زوجها بيتهمها بالخيانة وهي مش عارفة تتعامل معه إزاي وتعمل إيه. ده سؤال جالنا يعني من الكنترول. سؤال، زوجها بيتهمها بالخيانة. أولا لو كانت هي بريئة وعايشة مع ربنا، الله حيدافع عنها، وهي ما تحاولش تدافع عنها، لكن مدام هي قدام ربنا مرضية يبقى هترفع صلاة لربنا، ترفع صلاة لربنا يثبت أقدامها ويديها احتمال وهدوء وصورة هادية تمجد اسم الله. وثانيا يعالج مرض جوزها، لأن ده مرض، ممكن يكون مرض لو هي بريئة، ممكن يكون ده مرض، إنسان تفكيره ناقص ومعيوب، تفكيره جسدي، الشيطان مالك فكره، فممكن يدور فكره للأمور دي. فهي تصلي من أجله أن ربنا يشفيه من المرض ده، يشفيه ويديله فكر الروح القدس. ده ما بيقول أما نحن فلنا فكر المسيح، يغيره ويملكه ويستلمه ويبقى إنسان جديد. ده يتوقف على حياتها الروحية هي، على قد ما تكون مرتبطة بربنا، ربنا حيشيل شيلتها ويدافع عنها. وقال أقاتل عنكم وأنتم تصمتون، ويديها صورة حلوة في عيون جوزها وعيون الناس. مهم تكون هي بريئة ومرضية أمام الله. ولو قصك تحب توجه نداء للأزواج اللي بيفكروا بالطريقة دي، تقول إيه للزوج يبون اللي بيفكر بالطريقة دي؟ أولا لازم الإنسان يعرف أني على فرض أن الطرف الثاني بيخونه، قبل ما يخونه هو كإنسان، ده بيخون ربنا، بيخون ربنا، لأن أجسادنا دي ملك لرب المجد يسوع، اشتراها بالدم، اشتراها بالدم. فالإنسان اللي بيخطئ لجسده ده بيخطئ، من يصنع الخطية يصنع التعدي أيضا. فلازم يعرف أن قبل ما يقول فلانة خانتني أو فلان خانني، لازم يعرف أن دي خيانة ضد ربنا. فاحنا نصلي بعضنا من أجل بعض أن ربنا يدينا أمانة، نحفظ أجسادنا وأفكارنا وحياتنا بحيث تكون مرضية أمام الله، ونجاهد عشان نرضيه طول الطريق، طول الطريق. وبعدين نعرف أن شهوة الجسد دي شهوة بهيمية، الإنسان لا يشبع منها، لا يمكن. إن ما شبعش بالمسيح لا يمكن شيء في الدنيا حيشبع الإنسان. والإنسان لو ما اكتفاش بالعطية اللي ادها له ربنا، سواء الزوج أو الزوجة، لا يمكن حيشبع بأي عطية تانية، هيدور يتسول في طريق إبليس ولا يشبع، ويموت وهو محتاج،
ويموت وهو جعان. ده الإنسان الخاطئ والشرير. ربنا ادالك عطية زوجة تشبع بيها وتفرح بيها وتعيش شايلها في عينيك، أو ادالك زوج ترتضي بيه وتشبعي بيه وتحطيه في عينيك الاثنين. ده الإنسان اللي يعرف ربنا معرفة حقيقية. إنما في البعد عن الله تاء الجوع والشهوة والجرية الحيوانية اللي إنسان يجري ورا الجسد ورا الشهوة ولا يمكن حيشبع. يبونا معنا الأخ وجيه من مصر، تفضل حضرتك على الهواء. ألو ألو. أيوة ألو. مساك يا دكتور منى، أقبل أياد يا بونا. أهلا يا حميد. ازيك يا بونا؟ أهلا بيك. وحشنا وحشنا جدا، ومنتظرين رجوعك القاهرة يا بونا، وتشكرنا في صلواتك. أشكرك إن شاء الله. قلت لك يا بونا أنا لي 12 سنة متجوز، أختي تحللني أنا يعني ألحيت عليهم إنهم محاولين. قلت لك فأنا لي 14 سنة متجوز، وربنا لسه ما أرزقنيش بأولاد. خيرت تصلي من أجلي وترفعني في صلواتك قدام ربنا. حاضر، الله يفرحك بثمرة البطن. أمين. معنا الأخت وداد من مصر، تفضلي حضرتك على الهواء. أيوة. واتس التلفزيون يا أخت وداد، تفضلي. حاضر. تفضلي يا حبيبتي، واتس التي في على الآخر أو اطلعي من الأوضة خالص يا ماما. تفضلي. ألو. تفضلي يا أخت وداد. أيوة يا بونا. نعم. ألو. أيوة تفضلي. أنا يا بونا في ناس أساءت لي ونفسي أسامح، لكن لما بجي أسمع وعظ عن التسامح أسامح، لكن لما بتيجي سيرتهم ما بقاش طايقاهم. أنا نفسي أسامح المسامحة الحقيقية، أعمل إيه؟ برافو برافو برافو. شوفي لما المسيح بيسامحنا ما بيقولش أنا مش طايقهم، لا، المسيح بيحبنا محبة أبدية لا تتغير. وكلمة مش طايقاهم يعني أنا بكرههم، وأي قلب فيه بغضة مش هيوصل السماء. فأنت تجاهدي بدموع قلبك ودموع عينك عشان الله يملاكي بالمحبة ويديكي تسامح وغفران من القلب من القلب. وما نتذكرش الإساءة اللي راحت ولا اللي جاية ولا أي حاجة. والمحبة تستر كثرة من الخطايا، وما تحسبش خطايا الناس. أنا ممكن أدور على خطاياي وبص على خطاياي، لكن أتغاضى عن خطايا الآخرين. فتصلي وتطلبي من روح الله يديك غفران حقيقي، يديك تسامح حقيقي. ما فيش حاجة اسمها مش طايقاهم ولا مش نازل من زور ولا الكلام ده كله. بيقول قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. فنحب كل إنسان محبة كبيرة قوي. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. يعني العلامة اللي تبيني إني مسيحي إني بحب كل واحد، بحب كل واحد. أمين. أمين أبونا. طيب لو كان الوضع عكسي وأنا ممكن أكون أسأت الناس وزعلوا مني وحسيت بغلطتي، لكن الناس مش عايزة ترجع لي أو ترجع العلاقة أبونا معي بسبب حاجة في الماضي أنا أسأت فيهم ليها، ممكن أكون بعد كده تبت وتغيرت، أعمل إيه عشان أصلح؟ أنا اعتذرت مرة اثنين ثلاثة خلاص، ليكن كالوسن والعشار. زي ما بيقول إن أخطأ فيك أحد اذهب وعاتبه، ده لو هو أخطأ. برضو لو أنا أخطأت هروح له مرة واثنين وثلاثة. مرضيش باخد معايا حد صاحبي أصالحه، مرضيش أخد الكنيسة، مرضيش يبقى عندك كالوسن والعشار. أنا بعمل اللي علي لكن بحبه، يعني أنا حد ظهري وأنا بحبه ومش حاقد عليه. ولو فرض وقع في تجربة هيلاقيني جنبه ويلاقي إيدي ممدودة له بالخير. فأنا متسامح على الدوام. أنا بطلب منه السلام، يكون في سلام بينه وبينه، هو رفض، لكن أنا في قلبي سلام. يوم ما يفتح الباب في أي وقت هيلاقيني جنبه. أمين. معنا نينا من كاليفورنيا. أمينة. نينا. نينا. ألو. ألو. أي نينا. أيوة أنا نينا. أي حبيبتي تفضلي. أنت 10 سنين؟ أه. أنت عندك 10 سنين؟ مينا. أيوة.
اوكي مينا سوري سامعينك اتفضل. اتكلم حبيبي. عاوز تقول ايه لابونا؟ What do you want to say to Abuna? Would you like to say anything? I want to say... أنا بس عاوز أكلم مع أبونا. أبونا سامعك يا حبيبي اتفضل. ممكن أكلم مع لحد سؤال عشان ما عنديش وقت. ما عندكش إيه يا حبيبي؟ أنا ممكن أكلم أبونا. أبونا سامعك اتكلم وأبونا سامعك وهيرد عليك. ماشي. اتكلم يمين. ايوه يا بونا يا بونا اقول لك الحقيقه يا بونا I stayed so long to see you and I heard things about you and I love when you pray. When I was اقول لك يا بونا حاجات كتير حصلت ليا وحشه وعاوزك اقول لك على ان انت انا طبعا قبل كده رحت وبعد كده انا كنت معايا حاجات وحشه قوي قوي وبعد كده انا ما قدرتش اعرف كده وبعد كده ماما نادت على اسمي وقلت لها ماما نادت على اسمي وشفت وبدات ابكي وحاجات حصلت لي وبعد كده انا I cried so much and I heard God's voice said to me, I forgive you. Yeah, Abuna, that's all. And Abuna, Mama, Hamla, Wabuka, Mumkin Tashalil, Tashalil, Mama, Baba, قبل كده وبعد كده ماما اسم حملة ماما ايه؟ اوكي يا مينا اوكي ماما حملة غالبا قصده مامته حامل هو عسل ابي لخبط العربي على الانجليزي انا حسب ما فهمت ان هو كان حصلت له حاجات وحشة او بيعمل حاجات وحشة وبعدين صلى وتاب وسمع صوت ربنا بيقول له I forgive you ده حسب ما انا فهمت منه يعني عايز أقول لك يا مينا بابا يسوع بيحبك جدا وفرحان قوي بكل الكلام اللي قلته فرحان قوي كل كلمة سمعها وفرحان بيها وبيقول لك I love you I love you وحيدي لك كل بركة وحيباركك وحتبقى ولد مبارك ويدي لك نعمة وحتطلع خادم حلو والله حيكون معاك كل الزمان وينميك في النعمة والإيمان أمين أمين يا ابونا هو كان بيقول عايز صلاة للأسرة ومامته مش عارفة عشان الحمد نصلي. في حاجة ولا أوكي. إيه بس أمين أمين يا ابونا روح الشكر عايزين نصلي فعلا نقول لرب ملينا بروح الشكر كلنا في كل بلد في كل بكل اختلاف جنسيات عايزين ربنا يدينا فعلا روح الشكر ويملينا النهاردة بروح الشكر من قلوبنا كلنا ما أجمل إن الإنسان يكون شاكر شاكر يعني راضي وشاكر يعني عايش حياة التسليم راضي ممكن لو دورنا على فلان ده اللي راضي هنلاقي حياته فيها صعوبات كتير في تجارب صعبة في تعب في خسارة في مرض لكن تلاقيه راضي وفي سلام في سلام وعايش حياة التسليم سايب الدفة في إيد ربنا لأنه واثق بإيمان واثق إن اللي مسك الدفة مش هيسيب السفينة تغرق ممكن يكون حواليه موج عالي تجارب لكن رغم الأمواج هو هادي وفي سلام
غير التلاميذ لما كان الأمواج لوحديهم والمركب هتغرق. لكن لما دخل المسيح السفينة له كل المجد كله هدي كله هدي. فمدام المسيح في السفينة في البيت في القلب يبقى فيه هدوء وسلام. الأمواج موجودة والبحر موجود والعالم موجود والضيقات والتجارب حوالينا. حتى ممكن لما الضيقات تزيد والتجارب تزيد لكن إلهنا معانا بيعزينا ويفرحنا، وهو اللي ممكن لما نترمي في حضنه يدينا نعمة وسلام. يعني يقول يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين إيديك. يعلى الموج يعني التجارب والضيقات والمحاربات والألم، يخلينا نترمي عليك يا حنين أنت علينا وناقشنا على كفيك. يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين إيديك، يعلى الموج من حوالينا عدو الخير يهيج علينا، يعلى الموج من حوالينا وعدو الخير يهيج علينا، يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين إيديك يا حنين أنت علينا وناقشنا على كفيك. يا من تحنين والحمل تخليه هين، يا من تحنين والحمل تخليه هين. يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين ايديك يا سبب هنانا وسر رجانا، يا سبب هنانا وسر رجانا، وانت وحدك مصدر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا. يا على الموج من حوالينا يرمينا بين ايديك، يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك. يا على الموج من حوالينا يرمينا بين ايديك، يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك. يا من تحنين والحمل تخلي هاين، يا من تحنين والحمل تخلي هاين، يا سبب هنانا وسر رجانا، يا سبب هنانا وسر رجانا، وانت وحدك مصدر عزانا، وانت
مصدر عزانة الماء الدفف يدك رغم الأمواج لنارك الأمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يغلق الأمر بيدك وحدك الأمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يغلق طول ما الدفة في يدك رغم الأمواج لن نغرق الأمر بيدك وحدك الأمر بيدك وحدك الأمر بيدك وحدك ولا بيد الناس الأمر بيدك وحدك يا رئيس الخلاص الأمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يغلق رغم الأمواج لن نرى الأمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يغلق طول ما الدفة في يدك رغم الأمواج لن نغرق الأمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يغلق طول ما الدفف يدك رغم الأمواج لن نغرق يا من تحنين والحمل خلي هين يا سبب هنانا وسر رجانا وانت وحدك مصدر عزانا وانت وحدك مصدر عزانا. أمين. يبارك حياتك يا ابونا، ترنيمه جميله قوي. معنا عطاف من الناصره. عطاف. ايوه. مرحبا. مرحب بيك يا حبيبتي. مرحبا. كيفك هنا؟ نشكر ربنا حبيبتي حضرتك ازيك؟ كيفك؟ اشكرك منيح. أنا بطلب من الله يطول عمرك كثير عشان ضلك تفيدنا. بسم يسوع أمين. اسمك عطاف؟ من الناصرة. عطاف بلد المسيح. يا أبونا بأسألك سؤال. تفضلي حبيبتي. إذا بني آدم بينتقل من هاي الحياة وهو بحال الخطية، هل الصلوات بتشفعله؟ قولي تاني عطاف. لو شخص انتقل من الحياة وهو في حالة خطية، ينفع نصلي له بعدها الصلوات هتنفع له بعد ما يكون حياته انتهت؟ يعني تقصدي توبة بعد الموت؟ لا، يعني مات وهو خاطي. مات وهو خاطي. وإذا بنصلي له كثير وبنعمل أداديس، هل هذا بيساعد؟ لا يا عطاف، شوفي أقول لك إيه. مات المسكين وحملته الملائكة. شايفة إيدي؟ اليوم تكون معي في الفردوس. وبعدين مات الغني ودفن. شايفة إيدي تحت؟ دي سكة ودي سكة، ده مكان وده مكان. بيننا وبينكم هو سحيقة قد أثبتت.
حدش من هنا يروح هنا ولا هنا يروح هناك. ده موضوع منتهي. طلوع الروح من الجسد إعلان للنتيجة، فلان رايح السماء أو رايح جهنم، ما فيهاش رجعة. أشكرك. وأنا في إيدي أختار يا أبونا أنه يكون لي نصيب في السماء أو لا، بأن أنا أتبع المسيح. الإنسان هنا بيمضي صك هلاكه في العالم أو يمضي صك خلاصه في العالم. الله على الصليب له كل المجد في الإنسان يسوع المسيح، مضى صك الخلاص للعالم، لأنه هكذا أحب الله العالم، وقع خلاص للجميع حتى لا يهلك كل من يؤمن به. يؤمن يعني يمضي صك خلاصه. فالإنسان بيقرر مصيره من هنا، يا رايح السماء يا رايح حتة تاني. والكل أحبائنا اللي بيسمعوا أبونا، بنشجعك لو أنت لسه ما خدتش الخطوة دي أنك تدي قلبك وحياتك للمسيح وتبتدي حياة مع الرب يسوع، حياة نقية. صلي دلوقتي وقول له يا رب أنا بتوب، أنا بعيش ليك، أنا بتوب عن كل خطية، اغفر لي كل خطية، طهرني بدمك، اغسل قلبي واكتب اسمي في سفر الحياة، وبعدها يتبعها الأعمال اللي تمجد الله واللي تليق باسمه، والرب يستخدمك ويباركك. باب التوبة مفتوح لو أنت سامع. الكتاب بيقول اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم، ما تقسيش قلبك واسمع لصوت الرب. هو بيديك فرصة وأنت عايش، اسمع لصوت الرب عشان هو بيديك فرصة للتوبة، ما تضيعش الفرصة من بين إيديك النهاردة. معنا محبوبة الرب من ألمانيا، تفضلي حضرتك على الهواء. السلام رب معكم. سلام يا أبونا مكاري. سلام. أنا في عندي سؤالين بدي أسألهم. السؤال الأول، أنا بسأل عن الأحلام. أنا وزوجي قبلنا المسيح قبل فترة، وعايشين في نعمة المسيح وبنختبر المسيح كل يوم، وكتير عم نحلم أحلام، وجوزي عم يحلم كتير بالمسيح يعني، بس مش عم يشوفه. وأنا كتير بحلم بنهاية العالم، كتير بخاف لما بحلم هيك أشياء. وأنا بدي أسأل، الأحلام هي من الشيطان أو من الرب؟ والسؤال الثاني، أنا بسأل عن الفيديو تبع هذه البنت اللي ماتت وصعدت إلى السماء. أنا وجوزي بصراحة يعني إحنا مش تأثرنا بالبنت، إحنا تأثرنا بمغزى يعني، وهيك مثل ما بدك تقول يعني المسيح صحانا على هذا الفيديو. ما بعرف إذا كان صح أو غلط، بس يعني هو غلط يعني حد يؤمن يعني بالمسيح من بعد ما يشوف هذا الفيديو. وأنا عندي كمان سؤال صغير كتير، أنا بدي أسأل مشان أنا الساعة 8:30 بالليل أنوم أطفالي، عندي بنتين أنومهم بالليل، وكل ما بيجي يعني بعد ما أنومهم أقرأ كتاب مقدس أو أسمع وعظ أو هيك، بيقوموا يعني أطفالي كتير خايفين، وعم بركض لهم وبنومهم، بحاول بنومهم مرة تانية بس ما عم يناموا، وعم حس بهيك يعني هذا من عمل الشيطان، وعم يخافوا ومش عايزين مرات بنتي الكبيرة تدخل الأوضة تاني. فأنا بطلب صلاتك وبركتك يا أبونا. بيخافوا ليه يا حبيبتي؟ ليه بيخافوا ليه؟ ما بعرفش بيخافوا ويعني يقوموا. قبل هيك ما كانوا هيك يعني، بعد ما يعني صارت البركة بحياتنا وقبلنا المسيح أنا وجوزي، وعم نمشي بنعمة الرب المسيح، ويعني حطينا المسيح أنه هو رب مجد بيتنا، وهو اللي عم يسير حياتنا، فصار هيك يعني. فأنا بطلب بركة أبونا وصلاته لإلنا. أوكي حبيبتي، نصلي من أجلكم. شكرا لك. أما من ناحية الأحلام، طبعا إحنا مش بنفسر أحلام، لكن بتقولي بنحلم بالمسيح، بنحلم بنهاية العالم، كل دي أحلام للبركة. طبعا المسيح في الحلم أو القديسين في الحلم، كل ده للبركة، ونهاية العالم للتذكرة عشان الإنسان يعيش حياة الاستعداد وحياة السهر، يبقى بركة، أحلام مباركة. وخصوصا الرب قال في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. يبقى في أحلام من الروح القدس،
تقود الإنسان للحياة المقدسة، لحياة الاستعداد للسهر إلى آخره من الكلام ده. أما عن الفيديو اللي بتقولي عليه بتاع البنت، أنا سمعت من كلام ناس كتير أنه أفقدهم الرجاء في الخلاص والحياة الأبدية. وأنا بقول أي خبر أو عظة أو تعليم أو كتاب أو رؤية أو إعلان تفقد الإنسان رجاءه تبقى من الشيطان، لأن المسيح لا يمكن يفقدنا الرجاء. آمين آمين. معنا فيروز من كاليفورنيا، حضرتك على الهواء، تفضلي. مرحبا. مرحب بك حضرتك. الرب يبارك حياتكم. شكرا. آمين. وحضرتك أيضا. أنا عايز أحكي ويا أبونا مكاري. سامعك، تفضلي حضرتك. تفضلي أبونا، سامعك. أبونا مكاري، إحنا كاثوليك، وورا ما إجينا الأمريكا رحنا الكنيسة الإنجيلية وحياتنا تغيرت بالكامل، عرفنا الرب يسوع. وبس المشكلة أن الناس بيضطهدونا، ما أعرف ليش. هو المسيح مو واحد؟ وأنا قلت أنه أنا وأهل بيتي نكون خدام للمسيح، هذا بس هذا طلبي الوحيد، أنه إحنا نكون خدام أمينين ليسوع المسيح. أي. وأشكركم. أمين حمد. ما أجمل أن الإنسان يكون عنده شهوة لتمجيد اسم الملك المسيح، شهوة قلبي وقلب كل إنسان مؤمن أنه يمجد اسم المسيح. عندنا طلبة بالبلد كده، كل اللي بيتعامل معانا حافظها، اديني فرصة أكرمك قبل ما جينك. كل الكنيسة حافظاها، وفي أركان العالم اديني فرصة أكرمك قبل ما جينك. أصحى الصبح على الطلبة دي، أنام على الطلبة دي طول اليوم، اديني فرصة، لأن هو حيكرمني في السماء. لكن قبل ما يكرمني في السماء وقبل ما أوصل لازم أكرمه هنا. فما أجمل أن الإنسان يشتهي يمجد اسم الملك المسيح. اديني فرصة أخدمك، أرفع اسمك، أعليك، أعيش ليك. بركة كبيرة أن الإنسان يشتهي أنه يكرم اسم إله. ايوه امين. معنا بنت الرب من نيوجيرسي، حضرتك على الهواء، تفضلي. لكن قبل ما يكرمني يا حبيبتي، وطي التلفزيون او اطلعي من الاوضه خالص بعيد عن التلفزيون بليز، تفضلي. منين هي؟ من نيوجيرسي. تفضلي. نعم. انا طلبه من قصتك انك تصلي لي، يعني انا من زمان عمال اقول يا ربي يعني نفسي انزل مصر عشان تصلي لي، لان انا تعبانه قوي. وبعدين انا بشرب الميه بقالي اكتر من سنه، يعني كل ما بتصلي احط الميه واشرب كل اسبوع كل اسبوع، حتى في القعده بحط الميه برده واشرب، ومع ذلك ما بخفش، فمش عارفه ايه السبب. يعني عندي الفتاء وعندي دهون على الكبد وعندي خشونة في رجلي الاثنين وعندي تعب في ظهري وعندي في كتافي وعندي معدتي وجعاني كذا حاجة، فأنا مش عارفة يعني ربنا يعني زعلان مني، مش عارفة ايه السبب ان هو مش راضي يسمع لي. فرأي قصك ايه؟ انت عايزة لك عمرها. ايوه انا مسكينه. انا حاسه يا ابونا انك لما هتصلي ربنا هيسمع لك، عشان ربنا بيحبك قوي، لكن انا حاسه اني ما استاهلش البركه دي كلها. لا، شوفي ربنا بيحب كل انسان محبه ابديه لا تتغير، لانه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. بيحب الانسان محبه كامله دائمة، كاملة دائمة لا تتغير، محبة كاملة بغض النظر عن وضع الإنسان. يعني في إنسان شرير وعاتي في الشر، ربنا بيحبه محبة كاملة ودائمة. رجع لربنا نفس المحبة، بعد عن ربنا نفس المحبة، وقع نفس المحبة، قام نفس المحبة. فلازم تثقي وتؤمني أن الله بيحبك محبة أبدية، محبة أبدية كاملة ما بتتغيرش. أنت وحشة، أنت كويسة، ربنا بيحبك، لازم تؤمني بكده. الحاجة التانية،
احنا ندور على حالنا قبل ما ادور على المرض اللي قلتي عليه وده وده، ادور على مرض الروح. يعني لما كانوا يجيبوا له مريض وهو في حال الجسد على الارض، ربنا كان اول حاجه يعملها ايه؟ كان يقول له مغفوره لك خطاياك. فاحنا ندور على الحاجه المهمه الاول، شفاء الروح، شفاء الروح. فادور اقلب في حياتي في خطيه، في ضعفه، في سقطه، يا ربي حتوب. فقبل ما اقول له شفيني بالجسد اقول له شفيني بالروح. ودي حاجه مهمه انا بنبه عليها باستمرار، كلنا ندور على شفاء الروح قبل ما ندور على شفاء الجسد. شفاء الروح يعني اتوب عن الخطايا، يعني ارجع له، يعني اعيش حياه التسليم، اخضع لمشيئته، روح الله يفرح فيا وبيا، اكون لي، اقول انا لحبيبي وحبيبي لي، قبل شفاء الجسد. وبعد كده اقول له اشفيني، يشفيني حسب حكمته. فانت تصلي دلوقتي صلاه للتوبه والرجوع والتسليم، واحنا هنصلي لك وربنا يمد ايده ويشفيك. امين. معنا سوزي من مصر، حضرتك على الهواء، تفضلي. سلام يا استاذ ابونا. سلام، ربنا يباركك ويسمع فيك. اشكرك. ربنا دخلني في تجربه، سمح بتجربه من حوالي سنه ونص. ابني صغير في سته ابتدائي، والعيلتين ما عندهمش حاله سكر، والولد جاله سكر، بيتعب كتير، بياخد اربع حقن في اليوم، ساعه توصل لما يبقى عالي بسبعه وثمانيه. وانا ما اتذمرتش ابدا ولا قلت ليه، بالعكس اقول اشكرك يا رب، لان الموضوع ده انا اقدر عليه. يعني قدرت ومسكت الولد اول مره من ايده، اول ما جه وقفنا قدام صورة سيد المسيح، وقلت له حبيبي قول اللي يقدر يا حبيبي يقاوم العذر بالموت يقدر يخلق بنكرياس جديد، اللي يقدر يشفي الأمراض يقدر. وعندنا إيمان وثقة كبيرة، وبنقعد نصلي أصلي كتير أنا وبلادي من أجل ربنا يشيل ويرفع، وكتير قوي أسس صلوا معايا، وكتير قوي بنعمل تمييد، وكتير قوي حطيت مية قدام قدسك، وبناخد الإيمان موضوع بإيمان. وأنا عارفة أن إلهي صالح وأمين، ولا يمكن يعمل حاجة بالشر أبدا، ده إله محب دايما إيده ممدودة لنا بالخير. بس مع الوقت وطول الوقت العيال، رغم أن هم يعني بنصلي وكده، ابتدوا يقولوا ماما إحنا مش يعني ما إحنا بنصلي وربنا مش راضي يستجيب، خلاص ربنا مش راضي يسمع، لدرجة الولد قال خلاص أنا هعيش وأموت بيه. قلت له حبيبي خلي عندك إيمان، الله يقدر يستجيب في أي وقت. طيب وكل ما أقول لرب أشكرك يا حبيبي وأشكرك يا سوء، وأنا مش هتذمر وعندي حياة الشكر، ومش أقول لي لماذا تكون خالقة، لماذا تكون جبلة لخالقة، لماذا خلقتني يا رب، لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. وبركع وأصلي وبإيمان وبتسليم، بحس إن أنا بدخل في تجارب أكتر وفي مواضيع أصعب. يعني بدل ما كان ابني بس، بنتي لسه من يومين دخلت في موضوع حية تاني، حصاوي في الحالب وحصاوي في الكلى، جوزي ابتدى يتعب، انا ابتديت اتعب وجالي الضغط. فانا عايزه اقول يعني يا رب احنا اولادك ومسلمين وعايشين حياه الشكر، وما زمرتش ابدا ما زمرتش، وبقول انك اله دايما كل خير، وما تعملش كل اشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. وانا ثقتي فيك كبيره، انا قلت ان شاء الله حتى ينزل لي ملاك من السماء اقول انك انت مش هتخف، انا عندي ثقه وايمان، الايمان اللي زي حبه الخردل، انك هتخف يعني هتخف. طب ليه الله ممكن يتباطأ؟ ليه ممكن يوصلنا لمرحله يعني حتى الاطفال الصغيره رغم انهم بيصلوا كتير وشايفين حياه الصلاه وشايفين حياه الشكر مش شايفين الاستجابه؟ طب يا رب، طب انت بتتباطأ علينا ليه؟ سؤالك وصل يا اخت سوزي، سؤالك وصل حبيبتي. واتسابونا هيكون بيجاوب، رب يديكم نعمه ويقويكم ويشددكم في الظروف اللي بتمروا بيها، واتسابونا هيكون بيجاوب على سؤالك حبيبتي. هي حاسة أنه كل ما تصلي أكتر يجي تجارب أكتر ورب مش بيستجيب. أنا يعني بحييك يا سوزي، أنا بحييك لأنك امرأة فاضلة، وذكرتي كلمة ما تزمرتش أكتر من مرة. رغم عمق التجارب اللي عندك، ابنك وبنتك وجوزك، وتجارب صعبة، لكن مش صعبة على المسيح. أنا عايز أطمنك وعزيكي أن التجارب دي للقديسين، تجارب ما فيهاش شر، ودي التجارب اللي من الله واللي بيسمح بيها ربنا عشان يميز أولاده وبناته في الغربة.
يعني ممكن البعض يبص على ان فلان مريض او فلان مجرب او تعبان على انه وحش او شرير. لا، ده ربنا بيهذب اولاده، بيجي للاغصان الغصن المثمر يقول ينقي لياتي بثمر اكثر. ينقي يعني ايه؟ يعني دخله في تجارب، فانت بتشكري ما بتتزمريش، فيزود ليك التجربة، يزود العيار. وعلى رأي اللي بيقول على قد ما نتاجر ونكسب ده بالإيمان، على قد ما ندفع ضريبة أكتر، والضريبة هي التجارب والامتحانات والضيقات والصليب اللي بنشيله. افرحي يا بنتي واستمري في الشكر واستمري في الاحتمال، قول يا رب اديني صبر واديني احتمال، واستمري في الثقة والإيمان أنت وأولادك في أن الرب يستجيب في الوقت المناسب. بس قولي له أشكرك واستمري بلسان الشكر، والله يديك نعمة وبركة ويكتر من أمثالك. وأنا بحييك مرة أخرى. أمين يا بونا. معنا سمعان من مصر، تفضل حضرتك على الهواء. سلام عليكم. مساء النور. ألو. أيوة. وطي التلفزيون يا أخ سمعان لو سمحت. ألو. أيوة. وطي التلفزيون، في حواليك دوشة كتير أخ سمعين سامعينك، تفضل حضرتك على الهواء. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء الخير. ألو. مساء الخير. ألو. أخ سمعين إحنا سامعينك. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور. أقبل هذا أبونا. أهلا يا حبيب. الله يخليك أبونا، أخبارك كيف؟ شكرا. ألو. سامعينك، كمل كلامك يا اخ سمعان، قول 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 المكالمه بتاعتك واحنا سامعينك، اتفضل. معلش يا ابونا، انا مراتي كان بيجي لها دور اغماء كده، فوديتها كذا دكتور بيطلع ما عندهاش اي حاجه، فوديتها لاخونا سمعان مقطع مطلع عليها وقال لي روح شري. يجي اخر الشهر. الو. فيجي اخر الشهر يتجدد تاني، فوديتها برضه لاب في تيرا مول عليها وخنقوها ولغايه ما ظهر لها سالمه فيها. برضه نفس النظام بيتكرر برضه لغايه ما ظهر لها مرمينه، وقعدنا من حاجات واتحققت فعلا بعديها بفتره. برضه قصه جت لي مش على هيئتها هي، على هيئتها هي وانت قصه بتكلمني. ايه؟ مثلا ولع شمعه صوم ثلاث ايام. قبل كده الشيطان كان بيكلمنا عليها برضه عشان يظهر ويقول لي كان بيهددنا في حاجه كده. الشيطان بيظهر عليها وبيتكلم، والخط وقع. بيقول ان هي زوجته بيجي لها حاله اغماء، وكل اخر شهر في وقت معين الشهر بيحصل لها. بتقول سجلت لي مش عارفه، هو بيقول حاول صلى لها كذا مره وبعدين نفس الشيء بيتكرر. لا وقع الخط، وقع. كل ناس يا هو بيكلم من مصر، كل اخر شهر بيحصل نفس الشيء بيتكرر، ما اعرفش ظهور روح شرير ولا ايه بيتكلم. واضح طبعا انه روح شرير. واضح يا. بس دول يتوبوا الاول، يعني يعرفوا ربنا الاول معرفه حقيقيه ويقلبوا في حياتهم. والمسيحيه العاديه اخطر حاجه هي مسيحيه الفتور والضعف اللي بيقولوا عليها الحياه العاديه او الخطايا العاديه، أخطر حاجة. خلال الأيام دي العرج بين الفرقتين، المسيحية اللي ملهاش لون، اللي ملهاش لون. معنا رومية من كاليفورنيا. مين؟ رومية. رومية منين؟ كاليفورنيا. مرحبا. أهلا بك، تفضلي. شان شان صحتكم؟ نشكر ربنا، أنت شلونك؟ الحمد لله. ممكن أتكلم ويا أبونا مكاري؟ أبونا سامعك حتى، تفضلي. زيك يا أبونا مكاري. مليح. أنا اليوم فرحانة جدا إني أنا بس مجرد كلمتك، يا بركة تحل في بيتي وبعائلتي. تعيش. يا أبونا مكاري، أول مرة أنا عندي سؤالين. سؤال الأول، أنا أصلي بس عندما أصلي تزورني الشياطين. إيه؟ لما بتصلي يزورها الشياطين. تزهر. يزورها. آه. حاولون على طول أني يعني أريد أخلص بسرعة من الصلاة، أني ما أنتبه للصلاة، أني دائما ما أعرف يعني بس مجرد أن أمسك أخذ بيدي وردية المسبحة الوردية وصلي أو كتاب ما الصلاة يعني ما أعرف يعني، ودائما كتاب إيه؟ عليهم كتاب إيه؟ روحوا أنتوا شياطين.
راح اتكلم كتاب ابي كتاب الورديه بتقول وعندي سؤال ثاني ابونا مكاري. طب ولما بتقول لهم روحوا معلش حياتي لحظه بس لما بتقول لهم روحوا والله بيسمعني بيمشوا عنك يعني الشياطين؟ نعم لفتره يروحون لفتره يروحون بعدين مرات هم يتخيلوني. ايه يتخيلوكي يعني يتخيلوني يعني يجوا قدامي مرات بتتخيلي بيهم يعني. اوكي اورايت وسؤالك الثاني؟ السؤال الثاني اني دائما اصلي من اجل اولادي ومن اجل اخوتي لان هم على طول زعلانين فممكن ابونا تقول لي الصلاه اللي اني اصلي لها واطلب من الرب ان يسمعني هي توصل او لا يعني بنصلي من اجل واحد الاخ من اجل عائلتي من اجل اولادي هل الصلاه مالتي تستجاب او لازم هو الشخص نفسه يصلي؟ شكرا. شكرا لك حبيبتي. انت تراجعي حياتك يا روميه. الشيطان ما يقدرش يدوس ارض مؤمن محتمي في المسيح او سور حياته قائم، لان مكتوب انا يقول الرب اكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. فاي انسان سور حياته قائم وعايش حياه الاستعداد والسهر وحياه التوبه الحقيقيه ما يتوجدش الشيطان او ما يقدرش يهاجمه كده، وخصوصا في الصلاه وبصوره علنيه زي ما انت بتقولي. انت مجرد ما تقولي باسم يسوع المسيح الناصري الشيطان تحت الاقدام، وعندنا وعد اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا، واعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو. دي حاجة. والحاجة الثانية بتصلي الله بيسمع كل كلمة ويكتب أمامه سفر تذكرة، والدمعة الواحدة ربنا حافظها في زقه وفي سفره ويستجيب في الوقت المناسب حسب حكمته. أمين يا أبونا. هي سألت سؤال تاني بتقول هي بتصلي الأهل أسرتها عشان زعلانين مع بعض، هل صلاتها ليهم تستجاب ولا لازم يعني لازم هم كمان يكونوا بيطلبوا الرب ويصلوا لاجل نفسهم؟ حسب كفايه ان حد يصلي لي سواء هي صلت او هم صلوا. امين. يستجيب حسب حكمته. امين. معنا رانيا من كندا. الو. الو. اهلا ازيكم وازاي ابونا مكاري؟ مرسي. وانا مش هضيع الوقت يعني، بس انا عايزه اطلب انا يعني انا بصلي كتير ليكي ربنا قوي. انا اتغيرت كتير بعد الاحداث الاخيره وبقيت اصلي اكتر وبقيت مؤمنه اكتر، حاسه ان انا مع يسوع وبحس بايده معايا في كل حاجه. فانا كل طلبتي ان انا نفسي دلوقتي ابشر. انا بعرف ناس كتير بس للاسف بلاقي نفسي مش قادره ان انا يعني ابشرهم غير مسيحيين كتير، ومش شرط يكونوا يعني مسلمين، هم غير مسيحيين بوذا تشاينيز واتيفر، حواليا ناس كتير وبشوف حاجات كتير نفسي ان انا اعرف الناس دي، لان مش ده يعني ده هيبقى خطيه عليا ان انا ما اقولش وما اتكلمش باسم المسيح وانا في وسط المجتمع. فانا بس بلاقي نفسي مش عارفه اتكلم، مش عارفه ابتدي ازاي، مش عارفه اخش منين، عشان مش عايزه يعني ابعد اللي قدامي او ابقى انتروسيف اخش على اللي قدامي واهجم عليه كده واكلمه، فمش بلاقي الطريق والسكه. فيا ريت يا ابونا ترد عليا بليز. ارد عليكي وانا فرحان يا رانيا وانا مبسوط، والله يكتر من امثالك ويملى القلوب بشهوة الخدمة والشهادة. احنا بنتكلم عن حياة التوبة وعن حياة القداسة، وبنتكلم عن الامور اللي خاصة بأبديتنا احنا او خاصة بنفسنا. يعني اتوب انا، اتقدس انا، اخد نعمة انا، اخد فرح انا، اخد سلام انا، كل ده خاص بي. لكن ايه اللي خاص بالمسيح؟ لما هقف قدامه هقول له عملت له ايه؟ انت اجمل كلمه بتقوليها، انا اتغيرت بعد الاحداث ونفسي ابشر. برافو 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 برافو. ده راس المال الكبير اللي هيجيب ربح كبير اللي هيستنانا في السماء. انما اي امر عالمي تاني ملوش قيمه، ملوش قيمه. الانسان اللي عرف ربنا معرفه حقيقيه زي ما بتقولي انا اتغيرت، تلقائيا لابد يشعر بشوق شديد انه عايز يقدم المسيح للناس، عايز يبشر الناس، عايز يخلص اخرين. فتلاقيه لا يهدى.
أنت تعالي قدام ربنا وكلمي الروح القدس، يا روح الله املكني، يا روح الله املاني، يا روح الله اطلق لساني لشهادة حية، مكتوب عنك يا روح الله ذاك يمجدني، شو قلبي أمجد اسم الملك المسيح. ابكي بدموع قدام ربنا، هتلاقي طلعت من مخدعك، لسانك بيخر كلام بالنعمة، وتلاقي الفرص قدامك ربنا مهيئها للخدمة والشهادة. الناس يجوا عليك يكلمين عن المسيح، وهتفرحي قوي. وده رأس مال وربح الإنسان المؤمن. احنا مش هنخرج بحاجة من العالم، مش هنخرج بحاجة، دخلنا فاضين وهنطلع فاضين. عريان خرجت من بطن أمي وعريان أعود إلى هناك، لكن هرجع للسماء ومعايا النفوس اللي ربنا ادهاني. ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. ده رأس مال وربح الإنسان العائل الحكيم. الحكيم مش هناخد حاجة في إيدينا، هننفض إيدينا عن تراب العالم. وقال الحكيم والحكمة، قال قبض الريح. قبض الريح يعني إنسان يملأ إيده من الهوى، لكن حملى إيدي من النفوس اللي سمعتني واتخلصت على إيدي وتابت ورجعت للمسيح وأمنت بالمسيح، هدخل السماء وأنا ورايا عزوة، زي معلمنا بولس يدخل السماء وراه جيوش جرارة، قديس الأنبا أنطونيوس يدخل السماء وراه جيوش جرارة، وكل الآباء القديسين اللي سيرتهم على مدى الأجيال بترفع نفوس. يجب أن سيرة الإنسان المؤمن ما تستناش بس في عمره اللي عاشوا على الأرض القصير، لكن الذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. كوكب بينير ويخلص نفوس من كل جيل على مدى الأجيال إلى مجيء المسيح. ربنا يباركك ويكون معك. أمين يا بون. معنا بنت يسوع من بوسطن، تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير يا أخت منى. أنا أشكرك ويا ربنا يعوضك على البرنامج الجميل ده. وأنا بقول سلام لأبونا مكاري يونان وقبل الأيادي يا أبونا. أشكرك. ربنا يخليك لينا، وأنا مستحقش أن أنا أتكلم مع قوتك دلوقتي يا أبونا على الهواء. العافية بنت. أبونا أنا عندي مشكلة. أنا لي ابن عنده 12 سنة. أنا ابني عيان من ساعة ما اتولد، وأحد الكهنة اللي ربنا عطاله موهبة إخراج الأرواح جي صلى لي وبيقول لي أنا بنام بعيط وفي حاجة بتعكسني ومخلية ابني عيان، عشان الروح دي بتخليني أنا حزينة، فعيش طول عمري حزينة. وصلى لي وبعدين ما فيش حاجة يا بونا ظهرت ولا حاجة علي أو كده، يعني زي ما بشوف في اجتماعات واتساب. فأنا مش عارفة يا بونا، أنا محتارة، هل فعلا الروح الشرير أو في حاجة معكساني مخلية ابني عيان؟ أنا رحت للدكاترة يا بونا ويعني ما فيش حل، يعني ابني بياخد دواء وما فيش لسه. يعني أنا أشكر المسيح على كل اللي بيدوني، وأنا أشكره على كل اللي هو بيعمله، ولو اداني أكتر وأكتر هقول له أشكرك. بس أنا محتارة يا بونا وقلقانة من الكلام اللي قاله لي الكاهن بخصوص الأرواح وإنها بتعكسني عشان تخليني حزينة عن طريق ابني، يعني بتتأثر مؤثرة في حياتي في صورة ابني. يا بونا طمني يا بونا وطالبة صلواتك. أنا بطمنك يا بنتي وأقول لك إن كان الشيطان بيحاربك، وطبعا الشيطان بيحارب، لكن بقول لك إن مسيحك ومخلصك معاك وفي قلبك وفي بيتك. مجرد ما تحطي إيدك في إيده وتحتمي فيه، الشيطان هيبقى تحت رجليك، وابنك يشفى وأنت تفرحي، وأنت تفرحي. تعالي للمسيح، دوري على الفاصل اللي حاجب الرب عنك ومخليك حزينة أو تعبانة ومخلي ابنك مريض. فاصل أي خطية، أي سقطة، أي ضع، كلنا بنخطي، لكن تعالي له دلوقتي ودوري في حياتك قدامه، هو معاك شخصيا، وقولي أدي خطيتي أنا هتوب عنها. أي خطية، أي ضعفة أنا هتوب عنها، وانت أبويا وانت حماية، ازاي تكون معايا في البيت وفي قلبي، وازاي الشيطان يقتحم حياتي. كلميه كلام شخصي وجها لوجه، هو موجود معاكي، وانتظر النتيجة وحتكلمينا تاني وتقول الرب عمل عمل معجزي، ابني شفي وأنا فرحت بالرب وأنا دلوقتي في حياة جديدة مع الملك المسيح. أمين. قولي ورايا أمين. أمين.
يسوع. أمين يا يسوع. أمين حبيبتي. هناخد الأخ توني من لبنان. معلش أنا عارفة في أحباء كثير على الخطوط لكن وقت حلقتنا قرب على الانتهاء. أهلين توني. ناخد أخ توني من لبنان بسرعة. مساء الخير أبونا. مساء النور. إزايك؟ الحمد لله بخير. وحشتونا يا أبونا. سلام المسيح. وإزاي مدامك وبنتك وبيك وأمك؟ الحمد لله كلهم بخير أبونا. بيسلموا عليك. ربنا يخلي لنا إياك يا أبونا. وكل الإخوة الحمد لله كلهم بيسلموا عليك. ونحن اجتماعات على طول باسم المسيح كل أسبوع يا أبونا زي ما علمتنا. برافو 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 برافو. أنا عاوز أبونا أسلم عليك وناخد بركتك. فعلا أنت بركة كبيرة تعيش. وعلى شاشة حلوة كتير يلي هي شاشة الكرمة. بركة. وأنا أشهد اليوم أنه قناة الكرمة هي أفضل قناة تنقل كلمة الله باللغة العربية على وجه الأرض. الله 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 الله. وده فعلا شعور من القلب يا أبونا. نحن صرنا فترة من تابعها لقناة الكرمة. نحن بنسمع كلمة الرب بالضبط زي ما هي. ما فيش محابات. ونحن نشكر الله على مستر استفانوس. مستر استفانوس صامويل. صامويل ومونة. والست مونة. نشكر الرب عليهم جميعا لأنه فعلا وكل المجموعة اللي بتشتغل من أجل قناة الكرمة. نحن نطلب طول العمر لكل الأكيب ونطلب طول العمر لألك يا أبونا. إن شاء الله بتعيش أكثر من 100 سنة لأنك بركة لألنا فعلا. ونحن بنحكي من القلب يا أبونا من دون محابات. أنت بتعرف. أنا أعرف. وأنا زي بس طالب أنه عقب شغلة صغيرة على الكلام يلي كان عم بينقال من شوي عن الحديث يلي المرأة يلي راحت شافت الجحيم ويلي شافت السماء. أيه. أنا عاوز أستشهد بآية من الإنجيل. إن الطريق المؤدي إلى الهلاك هو واسع والكثيرون هم الذين يسلكونه. أما الطريق المؤدي إلى الخلاص فهو ضيق وقليلون هم الذين يجدونه. أنا بقول أنه كل إنسان ماشي بالطريق يلي هو واسع بده يخاف كتير من أي كلمة بتنحكى عن الدينونة أما نهاية العالم. ما رح يعود يقدر ينام عشية لأنه هو ماشي بالطريق الواسع. بينما يلي ماشي بالطريق الضيق ومهتدي للطريق الصحيح هذا رح يكون أحلى يوم بحياته هو لقاؤه مع الرب. أمين. أمين. ما رح يخاف بولا لحظة من حياته. رح يكون شوق حياته زي ما بيقول بولس أنه يخلص تخلص حياته ويشوف الرب. أمين. مشان هيك يا أبونا أنا بدعيك أنك تصلي ونصلي كلنا من أجل كل الناس يلي عم بيسمعوا هالقناة ويلي عم بيسمعوا كلمة الرب. أمين. إنه يبلشوا من الليل يدوروا على المسيح ليهتديوا ليجدوه. أمين. مثل ما مكتوب بالإنجيل. أمين يا خطوة. ما في طريق ما في اسم بيخلص في أي إنسان بهالعالم إلا اسم يسوع المسيح. أمين يا خطوني. أمين. أمين. مشكرك جدا جدا على مدخلتك الجميلة. شكرا. وبنصلي لكل شخص يعرف المسيح. ومشكرك على تشجيعك الكرمة. وبنصلي أن رب يساعد الكرمة تكمل ويتمجد أكتر وأكتر واستخدمها المجد اسمه أكتر وأكتر. تصابونا احنا يعني مش ناخد مكالمات تانية. عارفين أنه في ناس كتير على الخطوط. لكن احنا وأنا بحييك مجموعة. استمروا في علاقتكم بالمسيح واجتماعاتكم الروحية وربنا يخليكم خميرة تخمر عجين كتير ويكون لكم ثمر مبارك في لبنان ويكثر من أمثالكم. وسلامي لكم جميعا. أمين. نعم. أمين مونة. في الختام قدسك تقول لنا إيه؟ في الختام نصلي ونرفع صلاة. أولا من أجل كل إنسان طلب الرب واللي ما طلبش واللي شافنا واللي سمعنا. ربنا إن كان الطلبة وصلت للكرمة أو ما وصلتش ربنا سامع وشايف وعارف كل طلبة. فإحنا في وحدانية القلب في وحدانية الروح وحدانية النفس بنرفع الطلبة ليك أيها الآب القدوس المبارك في اسم يسوع المسيح. وإنت أدرى باحتياجات كل نفس وإنت أدرى بضيق كل نفس أو تعب كل نفس اللي لجوا إليك في ضعفنا واللي كلمونا كبشر لكن الكلام موجه إلى شخصك العزيز المبارك
واسقين من أبوتك الحانية، واسقين من لطفك وحنانك، واسقين من شفقة وأحشاء رأفاتك الغير متناهية، واسقين أنك بتحب محبة أبدية دائمة لا تنتهي لا تتغير. لكن بنقول لك بروح التوصية اللي قال عليها الكتاب المقدس، من جهة بنية من جهة عمل يدي أوصوني، بنرفع التوصية من أجل أولادك وبناتك كل اللي طلبوك في ضعفنا واللي بسمعناهمش هنا. أنت سامع الكل وشايف الكل، أنك أب للكل ومخلص للجميع يا رب. أعبر للجميع ببركة جديدة، بركة للروح والجسد، شفاء للروح وشفاء للجسد، سلام لأولادك وبناتك أينما وجدوا، سلام لمصر، سلام لكل بقاع الأرض، سلام لأمريكا، سلام لكنيستك عروستك المتغربة في العالم. أعطي نعمة وأعطي بركة وأعطي سلام، في يدك نستودع الكل ليقول الكل إلى نجاح روحي، إلى مجد اسم الملك المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. أمين يا قدس أبونا. مشكور قدسك جدا على الحلقة دي، ونصلي ربي يديم خدمتك وبارك حياتك. مشكور جدا لوجودك. كتير. شكرا لك يا أبونا. في حاجة تانية ولا هنخلص؟ هسترنم لنا يا أبونا. نختم بترنيمة. أنا فرحان بحبيبي فرحان. أي إنسان عايش مع المسيح يبقى فرحان تملي. وإحنا قلنا المضادة هو الوقت خلص ولا نكمل يا أبونا مع قدسك. قلنا المضادة الحلوة اللي يقول في العالم سيكون لكم ضيق، وبعدين يقول افرحوا في الرب كل حين، ويقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، ويقول الطريق كرب. الآية اللي ذكرها توني دلوقتي، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه، لكن في المقابل يقول افرحوا في الرب كل حين، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. فتلاقي المؤمن ممكن يبان كده أنه يائس وتعبان ومحوط بتجارب مريرة، لكن تلاقي متعزي وفرحان. اللي معزيه روح الله بيزغزغه من جوه بيفرحه. يخليه يعني العالم كله يمشي مع امرأة أرملة نايين وابنها ميت ما قدرش يعزيها، لكن اللي مشي معاها بحق واللي قوم ولدها هو اللي عزاها، فهو اللي بيعزينا في مشوار غربتنا. شوفوا العالم كله ألم، شوفوا العالم كله ألم، وأنا في سلام، وأنا في سلام، وأنا في سلام، وأنا في سلام، من يوم ما جيت لك، 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 وأنا فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في أمان، عايش في طمان، عايش في أمان، عايش في طمان، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. جوع وزلازل في البلدان، وأنا شبعان بيسوع شبعان، يا ريت عرفتك من زمان،
خسارة كل زمان عدى وأنا بعيد عنك. يا ريت عرفتك من زمان، لكن عندي إيمان هتعود لي السنين اللي أكلها الجراد. يا ريت عرفتك من زمان، يا ريت عرفتك من زمان، يا ريت عرفتك من زمان. جوع وزلازل في البلدان، جوع وزلازل في البلدان، وانا شبعان بيسوع شبعان، وانا شبعان بيسوع شبعان، وانا شبعان بيسوع شبعان. يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. أمين. أمين أمين يا بونا. أمين. مسيحي يباركك يا بونا، ونشكرك جدا 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 يا بونا. شكرا ليك. أحبنا المشاهدين، احنا بنعتذر لكل الناس اللي ما قدرناش ناخد مكالماتهم، عارفين فيهم مكالمات كثيرة، لكن زي ما قلت سابونا قال لنا الرب بيسمع ورب بيستجيب، هو إله صالح وإله حنان. بشكركم متابعتكم، نطلب منكم تصلوا لنا لأجل قناة الكرمة، احنا محتاجين لصلواتكم جدا جدا، ومحتاجين لتشجيعكم عشان قناة الكرمة تكمل. احنا قدمنا تحديات كثيرة، فمحتاجين لتشجيعكم عشان القناة تقدر تكمل والرسالة بتاعتها توصل لكل نفس محتاجة المسيح في كل أنحاء العالم. بشكركم جدا متابعتكم، وإلى اللقاء وحلقات قادمة. شركات